ان هو يعرف هيلاقي ايه هنا من قبل ما يجي، همم لان بتكون برضو معظم الاحلام او معظم الاهداف عندنا ان هو ازاي اطلع من مصر او من اي دولة تانية، مجرد اجي هنا انا هلاقي جنة. فده اللي بيخلينا في مصر جايين اصلا من فكره ان احنا لازم نحوش عشان عيالنا. فانت لو عيالك هتعيش معاك هنا مشكلتك مش تبقى عظيمه قوي زي مثلا في مصر اللي هو انت لازم وتجيب لهم وتعمل وتجهز في ناس انا اعرفها عمل مطعم ما نجحش، استلف ما نجحش، مش عارف استلف تاني من حد قريبه ما نجحش، خد قرض تالت ما نجحش، لحد فترة معينة اكتر من مرة ما الموضوع ما مشاش، لحد ما ربنا كرمه في الاخر وبقى عنده سلسلة مطاعم. السلام عليكم شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده المفروض ان هي اول حلقه من بودكاست هنسميه بق ماي. احنا هنا في بولندا وناس كتير قوي اصحابنا سالونا الموضوع يستاهل نيجي ما تجيش، نفكر ما نفكرش. فاحنا النهارده ثلاثه هنقول لكم ايه اللي احنا بنشوفه هنا، ايه اللي احنا شفناه، اللي احنا متوقعينه، وبناء عليه ممكن تكرروا او ما تكرروش ان انتوا تيجوا هنا او مكان تاني عموما. فمعانا النهارده عادل ومعانا محمد شعبان. عايزين بس نبدأ مثلا بعادل يعرف نفسه بيعمل ايه هنا في بولندا، بلد ايه وهكذا يعني. ازيك يا عادل، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ازيك يا محمد او ميدو؟ والله محمد ميدو مش طير عبدول لأي حاجة، ليا اسامي كتير يعني. بالظبط في الجيش لوحده كان عندي شوية اسامي كده عامل لهم صفحة، فمش مهم. محمد ماشي. وانا عايش هنا في بولندا انت عارف بقالي 6 سنين، ومن ساعة ما جيت بحاول أفهم المجتمع ده هنا، بحاول يعني بحاول أعرف القوانين هنا في بولندا، يعني بتمشي إزاي، بحاول أفهم الثقافة طبعا، بحاول أعرف زي معيار أو أسلوب إزاي العربي أو اللي بيهاجر هنا إزاي ينجح أو يحقق الهدف بتاعه أو تبر هو إيه. انت كمان قلت ان انت بتحاول تفهم القوانين هنا، يعني اتمنى من ربنا ان انت تبقى بقالك 6 سنين هنا وفهمت القوانين. يعني عشان ما نخليش بس الناس لو 6 سنين لسه فهمت القوانين ده، فلا يعني انت اكيد فهمت القوانين. فهمت القوانين بس تمام الحمد لله كويس. قوانين خاصة بالاجانب طبعا، يعني افضل حاجة بالاجانب اللي هو احنا الموضوع يعني. بالنسبي فاللي هو احنا هنا يعني. ايوه بالظبط كده تمام. عايزين محمد محمد شعبان، محمدات كتير. شعبان هي انت بالك هنا؟ انا بقالي 13 يعني. سنه مش كويس قوي، دايما كنت بقول 12 بس خلاص خلاص بقى 12. المره اللي فاتت كانت 12 اعتبرنا انا بقى 13 سنه 13 و من 13 سنه زي ما قلت وعايش هنا مع مراتي وعند ابني عمر ما شاء الله، والحمد لله يعني الدنيا ماشيه. مراتي مصريه كويس. السؤال ده برضه بيبقى لا هو حلو بس استاذنك الصوت بس علي الصوت شويه. ماشي بالله عليك. بالله عليك علي الصوت بس يعني. فانا 13 سنه مش قوي كده خلاص ما زعلش قوي. 13 سنه ومتجوز ومعايا مراتي هنا وقاعد وشغال في شركه كده، يعني شركه كويسه، شركه امريكيه كده كويسه وماشي الحال كويس. انا عن نفسي انا هنا انا جاي ادرس، كانت هي يعني يعني بصريح معاكم يعني كانت البوابه ان انا اجي هنا، فهي ان انا جاي ادرس. هكلمكم برضو عن موضوع الدراسه هنا، يعني الموضوع عامل ازاي وشكله ازاي والموضوع ماشي ازاي بالنسبه اللي انا شفته، جايز يبقى في حد تاني عنده خبره افضل وخبره اسوء، الله اعلم يعني. عايز بس نبدا نسال الموضوع هنا ماشي ازاي بالنسبه للاجانب، يعني انا مثلا كاجنبي هنا بتعامل ازاي؟ هل بتعامل بطريقه سيئه؟ هل بتعامل بطريقه كويسه؟ انا بالنسبه لي انا هنا بقالي 8 شهور بصراحه ما واجهتش اي صعوبه في ان انا في كوني اجنبي، غير بس ان انا بريلوكيت او ان انا بغير مكاني، فالموضوع بس بياخد شويه وقت بالنسبه للقوانين هنا اللي هي مش تعسفيه بس بتاخد شويه وقت. هو بس الموضوع كله في الوقت، انت لو معاك القابليه ان انت تبقى مرن مع الوقت اللي بيتاخد انت كده تبقى تمام. بس الفكره ان لا ما فيش حد بيعاملك وحش، كل الدنيا هنا باحترام. فا يعني بصراحه بالنسبه لي كان الموضوع كويس قوي يعني. عنصريه يعني او كده؟
يعني الموضوع الناس بتبقى مفكره ده ايه الواد الاسمر اللي هيبقى مدرب هناك ده. يعني وانا يعني في واحد من الناس اللي كنت مفكر هنا ايه لما اجي هلاقي عنصريه ومثلا وهيضربنا في الشارع بقى واللي جابكوا هنا والكلام ده، لكن بصراحه شفت عكس كده يعني خالص. يعني هنا مفيش عنصرية بشكل واضح، ويعني موضوع العنصرية هنا هو يعني أنا في وجهة نظري إن هو تجارب شخصية، يعني ما تقدرش تحط معيار هل في هل ما فيش، لكن اللي أعرفه إن القانون هنا بيجرم أي حالات عنصرية. طبعا صحيح. حاجة تانية من اللي أنت بتقوله برضو عاجل، هي مثلا هي حالات فعلا بتبقى حسب ظروفك حسب المكان حسب بالظبط. يعني أنت ممكن تروح مكان وليكن مثلا الناس بتقول لك مثلا حد يروح بار معين مثلا او مكان بالظبط، فتلاقي مثلا حد مثلا عنصري هناك او حد مش كويس، فانت ممكن تكون مثلا يشوفك انت مثلا بتاخد حاجه منه صح، هي كان بقى الحاجه مثلا انت بتكلم حد معين بتعمل حاجه فاهمني انت صح. طبعا فممكن يحس ان انت ايه لا الواد ده مضايقني انا بالظبط. هتلاقي ممكن حد يتعرض لك سواء بكلمه سواء بحاجه. وبالنسبه كمان للحاجات يعني مثلا احنا بالمناسبه دلوقتي يعني العيد مثلا العيد الوطني اللي هو كان امبارح بيقولوا لنا دايما ما تخرجش في الشارع الايام دي افضل، يعني عشان مثلا بيكون في مظاهرات ناس بقى كتير من مختلف يعني مش ثقافات بس مختلف الايه المستويات في المستويات والله بالعكس برضه. يعني مثلا ما احنا نزلنا امبارح فاهم قصدي، فهنا في بولندا في امان جدا سواء بصراحه يعني سواء للشاب لوحده او حتى للبنت، يعني شايف هنا وفي احترام مساحه الخصوصيه، يعني حتى في الثقافه هنا ان هو بيحترم الخصوصيه بتاعتك دي من خلال يعني تجربتي هنا في بولندا. بس اللي انا كنت عايز اقوله اي حد مسافر هنا او احنا قبل لما نيجي كنا متوقعين ايه وايه اللي توقعناه فعلا تلاقيناه وايه اللي توقعناه وكان عكس كده. فنبدا مثلا بميدو مثلا، يعني انت كنت متوقع ايه وتلاقيته هنا ببولندا؟ والله يعني كتوقعات خلينا بس ارد على حته ميدو ديت، لان كده بتخلص الاسامي فحاول تستخدم شويه منهم بعد كده تبدل، لان ماشي ممكن يعني محمد لغايه نص الفيديو مثلا بعد كده ميدو عشان انت ما هتخلص الاسامي مش هتلاقي حاجه تندهلي بيها. بالظبط. بس عموما موضوع التوقعات ده انا مثلا كنت جاي مفكر ان بالنسبه لي انا جاي انا دراسه وكمان كنت جاي اعيش مع اهلي يعني، بس الدراسة أنا كنت مفكر إن هي أفضل من مصر. تجربتي في مصر أصلا كانت جامعة القاهرة، يعني مش تجربة انترناشنال ولا حاجة، لا يعني كانت تجربة عادي اللي هو الناس الأفريج. وجيت هنا على جامعة معينة فلقيت في مصر الموضوع يعني بصراحة أعمق وأفضل بكتير، وفي تعليم في مصر. أي نعم الموضوع في مصر ماشي بشكل مختلف، في مصر كل حاجة بتجيلك لغاية عندك لو انت عايزها تجيلك لغاية عندك، يعني في ملازم وفي شوية شغل حاجات تانية ومش عارف ايه، وفي لو خلصت مصدر او معرفتش تبقى معاه ففي مصدر تاني مثلا ممكن تاخد درس مش عارف ايه تسأل معيد. اكتشفت ان هنا اصلا مفيش وظيفة المعيد دي، فده موضوع تاني لو انت هو الدكتور لا قدر الله حصل له حاجة خلاص انت المادة دي هتتأجل مثلا، فاللي هو لا خلاص مفيش بديل. الدكتور لو مش عايز يديلك المعلومات اللي عنده كلها، لانه عادي طبيعي جدا طبيعي ما يديلكش المعلومات اللي عنده كلها لو انت عندك اسئله، يعني هو كده كده هيديك المنهج او المطلوب منه، بس لو انت عندك اسئله في حاجات تانيه يا اما هو مش عارف يا اما مش عايزك تبقى عارف. ده بالنسبه للدراسه. بالنسبه لو مش عارف هكمل الكلام على موضوع التوقعات ولا الدراسه، بس بالنسبه برضه للتوقعات انا كنت جاي باني فكرتي كلها على ان البلد هنا مش محتاجه اللغه بتاعتها. فده بصراحه كانت صدمه، لان انا كنت متوقع لما يبقى عندك توقعات عاليه وما تلاقيهاش للاسف بطبيعه بلد ايه محبط شويه، الموضوع مزعج شويه لغايه لما تستوعب اللي هو تلاقي حاجه بس ايه تخليك تزق نفسك كده وتفضل قاعد لغايه لما تقدر تتعلم اللغه. بقالي 8 شهور لسه ما اتعلمتش، مش عشان
هي مستحيلة، لا عشان انا لسه ما اشتغلتش عليها. بس الفكرة ان هنا لازم لغة علشان تبقى تقدر تتعامل مع الناس على الاقل، وكمان تقدر تشتغل شغلانات مش في شركات انترناشونال، لان هي مش كتيرة، ولو هي كتيرة كمان فالناس اللي عايزة تشتغل فيها اكتر. فيبقى عشان يبقى عندك فرصة كويسة تشتغل لازم يبقى في لغة. في حتة كمان بقى، الناس اصلا يعني في ناس كتير بتسألني اللي هو عايزة تيجي وهي اصلا ما تعرفش انجلش. لا انا مش بص شايف الموضوع ان ده غريب يعني، الموضوع ده بصراحة طبعا، لان ده لازم. الف ب سفر هو بالانجلش يعني. بس انا شايف ان احنا بنشرب هبوط ميه وبعد كده نكمل، ممكن اقول عشان رجعنا تاني نكمل موضوعنا. ودلوقتي عايز اعرف تجربة شعبان، يعني انت كنت متوقع ايه طبعا من 12 سنة ولقيت، ويعني اوفر اول كده برضو. يعني كنت عايز اسالك، يعني هل تجربة 12 سنة في بولندا، يعني لو انت مثلا تحاول تلخصها كده تقول عليها ايه؟ كله على كل حاجة طبعا، فكله يعني الحمد لله يعني ماشي الحال، الدنيا مش وحشة، لكن مش كل حاجة بتتوقعها زي ما بنقول ما بتلاقيها. بنلاقيها صح. عموما احنا في مصر عندنا فكرة اللي هو كل اللي بيسافر بره بيعمل فلوس، هيقدر يعمل فلوس ويرجع بقى يبني في مصر ويعمل عماير ومش عارف ايه والعربية وبتاع. طبعا في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده ما بعرفش ازاي. مش عارف ازاي، اعملهم بس انا والله عايز افهم الموضوع ده. وانا بصراحة شايف ان الموضوع هو رزق طبعا، رزق بحت اكيد يعني. طبعا اكيد. يعني طب ما في ناس في مصر رغم الظروف اللي مثلا اللي في مصر بتعاني بيها، وفي ناس بيعملوا فلوس اكيد، ما هو ده، وبيبيعوا ما عقارات. بالظبط انت ممكن تعمله، نقول طب ممكن ما هو تعملش، الموضوع رزق يعني، مش مكان معين. اكيد ده صحيح. بس في حاجة تانية اللي هو الموضوع مش زي ما احنا مثلا كلنا متوقعين، او زي ما الكلام اللي كنا بنسمعه برضه يقول لك خليك فاكر لما تروح مثلا تسافر اوروبا مثلا او تسافر اي بلد، الفلوس مش مترمية على الارض، الفلوس الموضوع مش كده. الموضوع ده تعرفه لما تيجي هتحس بفرق فيه. انت مثلا تسمع عمرك اولا ما تحسب انا مثلا باخد كذا وهحوله مصري واقول ايه ده مبلغ كبير، ده انا صح، لا ما ينفعش، بتصرف انت هنا بتصرف هنا، فبتلاقي الدنيا هنا برضو ايه صح. اصعب. فدي حاجة. فالموضوع مش معنى كده ان الدنيا وحشة، لا الحمد لله الدنيا ممكن تكون يعني افضل شوية من مثلا من ظروف في مصر، لكن مش معناه انك هتقدر تعمل حاجة بسهولة. الموضوع ده عايز تعب ورزق زي ما قلنا في الاول وفي صح الاخر. فدي حاجات اللي انت كنت متوقعها مثلا وتحس انك هتعملها بسهولة، بس مع الوقت بتلاقي الموضوع لا، الموضوع مش بالسهولة دي، الموضوع لا محتاج حاجات تانية، ومحتاج مثلا تخاطر تحاول يعني مثلا لو عرفت تحوش مبلغ معين مثلا تحاول تفتح حاجة، مش شرط الحاجة دي تفتح وتنجح. بالظبط. بالنسبة للناس كمان اللي بقول لك، الناس اللي ممكن تكون عملت حاجة أو قدروا يعملوا حاجة، أنا سمعت يعني حكايات كده من ناس، في مثلا موضوع المطاعم ده مشهور أوي هنا، فتعمل مطعم تعمله، في ناس انا اعرفها عمل المطعم ما نجحش، استلف ما نجحش، مش عارف استلف تاني من حد قريبه ما نجحش، خد قرض تالت ما نجحش، لحد فترة معينة اكتر من مرة ما الموضوع ما مشاش، لحد ما ربنا كرمه في الاخر وبقى عنده سلسلة مطاعم. فالموضوع محتاج يعني الموضوع مش بسهولة. فحاجة يعني لخصت النقطة دي بس من ناحيتي، اللي هو الموضوع مش كل حاجة يعني موضوع الفلوس ده بالذات مش بالسهولة اللي الناس متخيلها أو اللي احنا كنا متخيلينها. خلينا نتكلم عن نفسنا يعني انا شايف بس موضوع الفلوس ده انا دايما بفكر فيه بالشكل ده، ان هو لايف ستايل، انت عايز ايه من الفلوس؟ دي نقطة برضه. هي دي، هو ده كل الموضوع. في مصر مثلا احنا بنفضل نجري 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 علشان نحاول، او مثلا يعني الجيل بتاعنا احنا لسه ما عرفناش ده، بس انا شايف مثلا الجيل اللي قبلينا اللي هو اللي ربونا يعني بيجروا ورا بعض علشان يوفروا لنا احنا مستقبل افضل. اللي غير هنا بقى، انت هنا الناس بغض النظر يعني دخلها كويس ولا لا، هي مش مطلوب منها ان هو يبقى دخلها كويس علشان توفر لاولادها كده، توفر لاولادها مستقبل افضل ولا لا، لان انا شايف ان المستقبل هنا اصلا على الاقل انت في مستقبل يعني، في شكل لاولادك، في شكل لاولادك، لان الحكومه بتوفره على الاقل. انت عايز تابجريد ده، فانت محتاج تشتغل اكتر او تشتغل بشكل
اسمها ديترمنت اكتر، يعني هو انت بتبقى عايز حاجه معينه لاولادك فانت عايز تعملها. اه تمام، فانت محتاج تتعب وتستاهل تتعب. اه وانا شايف، لكن انت لو مش، انا اسف بس عادي، لو انت لو ما تعبتش واللي هو سبت الدنيا عادي ورحت زي اي حد هنا مثلا زاهد في الحياه، عياله مش هيتبهدلوا بعدين، يعني هيقدروا يعتمدوا على نفسهم. فده اللي بيخلينا في مصر جايين اصلا من فكره ان احنا لازم نحوش عشان عيالنا. فانت لو عيالك هتعيش معاك هنا مشكلتك مش تبقى عظيمه قوي زي مثلا في مصر اللي هو انت لازم وتجيب لهم وتعمل وتجهز بس دي نقطه تانيه، خلي بالك دي نقطه تانيه ممكن نتكلم فيها هي كتير نقطه برضو. تانيه انا بتكلم في موضوع ان عيالك يعيشوا هنا، ده موضوع برضو تاني ممكن نتكلم فيه كتير بقى، ده نتكلم فيه محسس قوي يعني بودكاست لوحده او شيء حلقه. هو يعني ممكن نتكلم عن تربيه العيال مثلا هنا، او لانه يعني بيختلف، يعني هو انا يعني من وجهة نظري بيختلف من دولة للتانية. خلينا نرجع لموضوع تاني في نقطة تانية. اه بس خلينا نرجع تاني. ميتو انت كنت بتتكلم؟ كنت عايز كنت عايز بس اعلق على محمد لما هو قال، هو شايف ان هنا الدولة بيكون ليها دور في حياة المواطن، يمكن عشان كده هنا الفرد مش شايل هم ان هو لازم امن مستقبل عيالي، لان الدولة بتقوم بالدور ده اصلا يعني. بس لكن هنرجع تاني لموضوع التوقعات. بس خليني معلش اقول لك الحته دي برضه، عشان الحته دي في برضه حاجات من اللي انا بالنسبه للتوقعات دي، الواحد كان متخيل هنا ان هي يعني ده الاساس هنا، ده اتفاجئ ان في والله بجد يعني في حاجات موجوده في مصر مش موجوده هنا. يعني طبعا لا لا حاجات كويسه، حاجات لا كويسه في مصر مش موجوده غير كمان. يعني انا برضو مش بتفق معاك قوي في موضوع التعليم، ممكن يكون مش احسن حاجه. انا كنت عايز ارجع للنقطه دي بس ممكن ارجع لها. تعليم للاولاد يعني، لا ليك انت مثلا لما بتقول ان انا جيت ومتوقع ان جامعه القاهره افضل بحاجه، احنا لازم نتكلم اصلا ايه الجامعه اللي انت فيها هنا، في حاجات ممكن نرجع لها. خلينا نرجع لها تاني، بس عايز ارجع للنقطه الاول اللي هي بتاعت ان في حاجات في مصر، يعني مثلا ان انت دكتور مثلا اقل ما فيها مثلا، يعني الدكاتره في مصر انت ممكن في اي وقت تروح لاي دكتور خاص تتعامل والدنيا تمام بسهوله. يعني مثلا مرات يجي عندنا مش مشكله، بس لو بنتكلم في الموضوع ده كتير، عشان تعمل مثلا كشف معين لازم تاخد معاك هنا مش عارف ايه وتستنى مش عارف فين وتظبط. يا جماعه لا، وممكن تاخد ايه اكتر من ميعاد لاكتر من حاجه ممكن في مصر تعملها في يوم واحد عند دكتور واحد. دي حاجه مثلا من الحاجات اللي هي برضو حتى لا مش لازم يكون مستواك كبير برضه، لا بتروح للدكاتره العاديه اللي في مصر يكون عنده مثلا جهاز معين. الكلام هنا كمان بيطبق على البابليك وعلى البرايفت. يعني مش مثلا في مصر البابليك ممكن يبقى بياخد وقت شويه بس البرايفت ما بياخدش وقت، لكن هنا برايفت بياخد كمان وقت. البرايفت بياخد وقت. هو طبعا بعض الاماكن ممكن تحجز وتروح، بس مثلا نتكلم على التامين الخاص مثلا لا. هو انا شايف برضه ان كمان في النظام الحكومي، يعني هنا في بولندا او في اوروبا بشكل عام في بيروقراطيه كبيره جدا في النظام، هنا في نظام في ادميه ولكن بتاخد وقت كبير. يعني في مصر انت بتخلص حاجتك بسرعه، ومش بس في مصر برضو، لان انتوا عارفين انا كنت في السعوديه، فالخليج كمان متقدم عن اوروبا بمراحل، يعني اسرع حاجه بتمشي اسرع، الموضوع اسرع في كل حاجه. يعني لو اقول لك لو اقول لك مثلا عن العربيات مثلا في الشارع، رغم ان العربيات بتتصنع هنا بس اللي بينزل السوق هنا غير اللي بينزل السوق هناك. اكيد بس دي نقطه برضه، عارف فكرتني في حته انت اللي هو ايه، هنا في بولندا مثلا او في اوروبا يعني ما بتشوفش الفرق الكبير بين المستويات، ما تحسوش يعني ما تحسوش قوي. تلاقي مثلا على المستوى المادي والمستوى الاجتماعي اللي هو المستوى الثقافي اللي انا اقصد، ده في ثقافه تلاقي ناس والله في يعني معلش تلاقي مثلا يعني ممكن تلاقي مثلا مع احترامي طبعا يعني كل حاجه، ممكن تلاقي سواق نقل او مثلا عامل بسيط مستوى الثقافي هنا ممكن بيكلم اكتر من لغه، وممكن تبقى زوجته مدرسة او دكتورة في مستشفى، والاثنين المستوى الفكري كبير عندهم متقارب جدا. انا بتكلم كمان في حتة اللي هو هنا مثلا في الشارع، ان كل اي حد ممكن يكون معاه عربية. احنا عندنا عربية في مصر دي بتبقى ايه، حد معاه عربية انت كده مستواك كويس الى حد ما يعني بالظبط، مش بالضرورة بس معاك عربية يعني انت
او على اي حد بيتبص له بصه معينه يعني. انت معاك عربيه، لكن هنا انت العربيه ممكن عربيات رخيصه ممكن تستغنى عنها كمان اصلا، المواصلات فعلا كويس. بس الحته اللي انا عايز اقولها اللي انت هنا يعني تلاقي مثلا الشخص مثلا اللي هو مش مستواه عالي قوي بالظبط، تلاقيه بيلبس من نفس الهدوم او نفس البراند مثلا اللي المستوى عالي ممكن يلبس منه. طبعا في فروق، ممكن حد يكون مثلا حقيقي كمان الناس المستويات عاليه ممكن ما تكونش اصلا بتسعى ان هي تجيب البراندات والحاجات دي. بس في حاجه كمان، انا كان في حد صاحبي جاي من، هو برضه عايش بره يعني، بس جاي لي ورحت المطار وقابلته، ففي التاكسي هو بيقول لي الدنيا هنا عامله ازاي والناس شكلها ازاي يعني. فقلت له اراهنك الراجل اللي بيسوق التاكسي ده انه راح مصر مثلا او الغردقه 7 6 مرات قبل كده، وانه ممكن يكون كمان بيتكلم انجليزي وبيشتغل سواق تاكسي. ان سواق تاكسي هنا حاجه مش اللي هي الحاجه بنروح لها لو احنا مضطرين، لا، سواق تاكسي هنا حد حابب الموضوع، حد يقدر يعمل حاجه تانية، بس هو حابب ان هو يبقى شغال دي، ممكن تبقى شغلانه ثانيه كمان اصلا يعني. هو كمان بيشتغل، تلاقيه مستوى الاجتماعي برضه عالي يعني، بالذات عنده بيت وعنده يعني بيمتلك حاجات في الحياه كتير. الراجل يعني كمان طلع مستوى الاجتماعي كويس، طلع فعلا راح الغردقه 4 مرات يعني، بيروحها كمان يعني فضل فتره كده بيروحها كل سنه. فاللي هو ما عندوش مشكله ان هو يترفع، بس هو يبقى عنده حاجات دي حتة يعملها. او انا بس عشان مش عايز الموضوع برضو هنروح في حته تانية، عايز ارجع تاني للتوقعات علشان اللي بيتفرج علينا يعرف لما يجي هنا وقبل لما يجي هنا هيتوقع ايه وهيشوف ايه. لان يعني انا بتكلم عن انا برضو، انا ما كانش عندي مثلا حد يقول لي والله انت لما تيجي بولندا هتشوف كذا وهيحصل معاك كذا والمجتمع هنا ماشي كذا. بس دي برضو فالتجربه دي كانت مني كذا سنه عقبال ما فهمت المجتمع هنا. فانا يعني شايف ان انا ايه عايز اوفر على اللي بيتفرج علينا ان هو يعرف هيلاقي ايه هنا من قبل ما يجي. لان بتكون برضو معظم الاحلام او معظم الاهداف عندنا ان هو ازاي اطلع من مصر او من اي دوله تانية، ومجرد اجي هنا انا هلاقي جنه يعني. هو انا برضه بيقول ان هنا وحش، بس اي مجتمع ليه ايجابياته وليه سلبياته، والمجتمع هنا دايما متغير يعني من 12 سنه او من 13 سنه مش زي دلوقتي اكيد. بس في حاجه برضه عايزين نوضحها، معلش يا ميدو لو تقطعتك، اللي هي اولا دي اراء يعني، دي كل واحد احنا بنقول راينا، مش هنقول ان ده ممكن انت تقبل. تجربه شخصيه بالظبط. بالظبط انا قابلت اللي انت ما قابلتوش، انت قابلت اللي انا ما قابلتوش. كتالوج يعني، او مش كتالوج يعني، مش 1+1 بيساوي 2، احنا بنقول تجارب عامه يعني. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انت بتقول عليها برضه عادل، احنا برضه مش يعني عارف، بص خلينا واضحين، كلنا عندنا الفترة في حياتنا كده كله بيبقى نفسه يسافر يخرج، حتى لو مثلا مستوى كويس في مصر وعايش كويس عايز يخرج يشوف الدنيا عاملة ايه بره. ناس بقى بتبقى مثلا كلنا، انا عن نفسي يعني عايز اسافر عشان اشوف ممكن تلاقي شغل كويس بره، تلاقي فرصة افضل، تحس مثلا ان انت هتتعامل مع ناس مختلفة، تجرب حاجات معينة، انك تتعلم لغة تانية وتعيش في بلد في لغة تانية، بتحس ان الموضوع كده ممتع مع الوقت. ما بقولش برضو ان هو مش ممتع او ان هو لا، بس بقول لك حاجات انت تحسها مع الوقت يعني. انا ممكن بتكلم وجهة نظري ان انا عايش بقالي فترة كبيرة هنا، فحسيت الموضوع الحمد لله كويس ماشي الحال، لكن مع الوقت بتشوف حاجات قيمة الحاجة بتقل في نظرك. يمكن يعني واحد مثلا يعني اولا نقول بيألف النعمة يعني، مش كده يعني مثلا باللي بيحصل في بعض الحروب اللي بتحصل عندنا في المنطقه، انا حسيت وقدرت قد ايه بجد احنا في نعمه كبيره الحمد لله. بس انا ما اقصدش دي برضه يعني، دي برضه نقطه تانية. بس انا اقصد اللي هو ايه، انت نفسك بتلاقي اهتماماتك بتتغير يعني. مثلا خلفت تمام، طب ابنك ده ايه ظروفه، عايز تشوف منه ايه، حياتك هنا، هل انت مثلا مبسوط انك هتكمل حياتك هنا مثلا. انت بتكبر في السن، نظرتك للحياه كلها بتتغير، صح، بتغير كل حاجه، سواء بقى للوحش او للسيء او للاحسن يعني. فانت مثلا وانت جاي صغير تشوف الدنيا جميله وبتاع، بص انا ما بنقولش ان محدش يجي طبعا، لا ده حاجه عادي، ربنا يوسع رزق الجميع وكل حاجه،
لكن خلي دايما في بالك اولا ربنا، يعني دي حاجة مهمة على قد ما تقدر، لان حاجة تانية برضه هنقولها ان الواحد لما بيسافر ويبقى لوحده بيقدر يشوف نفسه هو عامل ازاي. يعني ما تقوليش ان انا بصلي بالظبط. في مصر وحد ملتزم او حد كويس ان انا هاجي هنا ابقى كده، لا لا انت مستور طالما ما انت اتحطتش في بالظبط الموقف اللي محتاج فيه الستر. ايوه زي حلوة الجملة دي يا ميدو بصراحة، اللي هو انت ايه مستور كده او انت مش يعني كل اللي حواليك كده، ما انت غصب عنك كده، مش غصب عنك حتى، اللي هو انت مش شايف غير كده، مع ان في مصر دلوقتي حاجات تقدر تعمل صعبة. اللي انت عايزه في مصر وتقدر تعمل اللي انت عايزه هنا، بس الفكرة ان انت هنا القيود اقل، بالظبط. فانت محتاج قيود علشان تبقى بني ادم كويس ولا لا. هنا انت هشوف هتجاوب السؤال ده على نفسك، صح. انت في مصر المقيد شوية اجتماعيا ثقافيا، الناس هتبص عليك ازاي؟ فانت بتراعي ربنا في مصر او بتقول ان انت بتراعي ربنا في مصر، بس هتيجي مثلا في مكان ما فيهوش قيود او قيود اقل فهتفك، ولا انت فعلا انت حد مؤمن وبتراعي ربنا؟ ما فده انت بصدقني هتجاوب على نفسك اول كل لما واحد تحط في موقف زي بيكتشف ده. نفسه فعلا في السفر، يعني بجد في اي مكان. مش شرط في السفر، مش شرط في السفر، انت لو بس مكان مفيش قيودك قلت، لان انت مفيش مثلا قيود اقلت. من القاهره لو رحت قعدت في السويس محدش يعرفك ممكن فانت هتهيص، لو هو اللي ف يقول لك البلد اللي مالكش فيها لا مش عارف تعرفش حد ايه فيها تعرف فيها اتفضل اعمل اللي عليا انت عايزه. كام. فده جايز صح. هو انا كنت عايز ارجع برضه تاني ما احنا توقعات، توقعات، عايزين بس نفكر نكمل النقطة دي. يعني عايزين مثلا يعني انا كان نقط ونشعرها مع بعض، بعد كده نخش على النقط اللي بعدين. انا نحط صح النقط الاول، ممكن مثلا نحط نقطة الطقس، المعيشة، الإيجار، المصاريف، الدخل، الحاجات دي، مرونة الشغل في كذا قطاع، مش في حاجة معينة. وانا لما اتكلم حاجة مثلا صح زي أنت بعد 5 سنين هتبقى مثلا جايز تبقى عامل إزاي، أو الحكم على الناس، خلي بالك دي حاجه برضو. على مجهودك طبعا لا وعلى لا مش قصدي في الشغل، قصدي في الحكم على الناس، دي حاجه برضو ممكن نتكلم فيها، ان انت يعني حكمك انت ازاي تحكم على الناس، قصدك الناس والناس اللي هنا برضو يعني؟ الناس الناس اللي هنا وعموما في الحياه عموما يعني برضو ممكن، والناس برضو هتحكم عليك ازاي. يعني ممكن نتكلم في النقطه دي او انت نرجع لها ونطلع نتكلم فيها. ماشي تمام. ايه يعني تاني؟ هو لو هتكلم عني مثلا عن انا كنت متوقع ايه، فانا جيت طب خلينا ممكن نناقش النقط اللي ميدو اتكلم فيها، تقول مثلا بالظبط لو هنقدر نكتر عليهم نزود عليهم، لو مثلا النقط هتبقى اكتر من الطقس ما هي دي والمعيشه اللي يعني والايجار والحاجات اللي هي الناس وانا هتيجي شايف هتواجهها في اول حاجه. بالظبط. يعني اول حاجه الناس هتواجهها اول لما تسافر، اول اللي هي متخوفه ان هي انا دلوقتي معايا فيزا اجي ولا ما اجيش، او ان انا معايا مثلا فرصه ان انا اجي فهاجي استغل وانا الفرصه شايف ولا افضل عندي لغايه لما يبقى في فرصه احسن. هو انا شايف او اللي انا شفته هنا ان كان اول حاجز او يمكن اول عائق انا جيت يعني واجهته هنا لما جيت، تعبت طبعا اللغه وعائق الثقافه، ان انا مش عارف ازاي اتعامل هنا مع الناس بجد. يعني انا مش عارف، لان هنا لان ثقافه الناس هنا مختلفه تماما، بيفصلوا الامور والاحداث بشكل مختلف عننا تماما. حقيقي. فانا مش يعني فانا ما كنتش عارف، حتى ما كنتش عارف اسال مين او ان انا اتصرف ازاي. يعني عرفت كل حاجه بالتجربه، فما كنتش مثلا عارف ان لما انا اتحط في اي موقف ازاي اتعامل فيه، ازاي اتصرف فيه. يعني لو انا مثلا هدي مثال عن كده، في مره هنا في اول لما جيت كنت داخل لمكان وكان فيه سكيورتي، فكنت بتكلم معاه، وانت عارف يعني في مصر بنستخدم كتير ايدينا مثلا في التعامل، تمشي يعني واحدة والله انا ايدك جنبك رايح هنا هناك اللي هو كده هناك وبتاع. لقيت السكيورتي وشه احمر واتضايق وبتاع، اللي هو انا ازاي بستخدم ايدي، اللي هو انا بالنسبه لهم كده حد ايه اجريسيف، يعني هتعمل حاجة اللي هو اتوقع منك تعمل حاجة أكتر من كده. بالظبط. فده فعل مرفوض هنا بالنسبة لي، لا ده اسمه تشكيل، احنا تفكر فأنا ما كنتش أعرف كده. يعني بجد. وبرضه حتة الصوت العالي مثلا، يعني يمكن برضه أنت هتلاقوا شعبان ممكن صوته شوية واطي يعني في الفيديو بسبب التعود، بسبب إن هو اتعود إن بيبقى الصوت واطي. إنما إحنا في مصر أنا شايف إحنا بنتكلم كده بصوت عالي عشان الدوشة والزحمة والكلام ده، هنا الصوت العالي ده برضه فعل دليل على ضعف موقفك. بالظبط. مرفوض هنا بجد. موقفي مش ضعيف الحمد لله. يعني أنا تعرضت
لمواقف مثلا، وكنت صوتي عالي اللي هو العادي اللي هو، فكانوا بيقولوا لي انت بتزعق ليه؟ وانا بتكلم عادي جدا. لا مش شرط يعني، مش حاجه اللي هو، لا هنا في ناس صوتها عالي عادي يعني، مش حاجه هنخلي الناس تخلي بالكم منها قبل ما تيجوا، لا عادي لا تعالوا وخدوا بالكم هنا عادي مش مشكله. دي ثقافه كتير بس بالظبط. فمثلا لكن لو هنتكلم برضه تاني عن انا كنت متوقع ايه هنا، كنت متوقع هلاقي استقرار، هلاقي امان، هعرف اشتغل شغل كويس مش بمرتب عالي يعني. كنت عارف كده من قبل ما اجي، كنت عارف ان الراتب او السالري يعني هيكفي المعيشه بتاعتي، لكن مش عارف احوش منه قوي. انا كنت يعني كنت فاهم كده كويس، لكن اللي ما كنتش معتبره او مثلا حته السكن، ان السكن هنا صغير يعني، السكن هنا صغير وغالي يعني. انا شايف ان تقريبا السكن بياخد 50% من السالري بتاعك لو ما كانش اكتر من كده بشويه. بالظبط. هو للاسف ده مش مثلا حد هيبقى نفسه احسن من حد يعني، مثلا في ناس بتقول لك ده نفسه حقبه ممكن يقعد في اي حته، لا هو اي حته اصلا هو 50% يعني، مش فارقه، مش مثلا انت بتتنازل عن حاجه فانت هتبقى بتوفر اكتر، لا هو كده كده كله واحد يعني، كل الاسعار غاليه. بس عايز بس ارجع لنقطه ان انت لما بتيجي توصف حاجه بتقول كنت فاكر، فلا ما تقولش كده عشان الناس ما تبقاش مفكره ان هو ده ما حصلش. انت هنا انت بس بتتكلم على 6 سنين صح، فانت لما تقول كنت فاكر فانت 6 سنين وما عملتش ده، فانت الناس هتبدا تسال انت من اللي مقعدك. فلا انت كنت فاكر وجيت لقيته يعني، ما كنت فاكر وجيت او خد وقت وبعد كده لقيته فعلا بالظبط، يعني خد شويه وقت من صحيح اسرع من انت كنت متوقعه او اتاقلمت عليه برضه بالظبط. يعني مثلا ايه حته السكن الصغير عشان برضه الناس ما تتوقعش، هنا السكن تقسيمته غير خالص يعني في مصر. هنا يعني ايه بيبقى المبنى او الشقه على النواصي كده، فبيبقى مثلا في شباك زي كده، فعندك البيو، فما بيحسسش ان انت في سجن او ان انت في مساحه مش سجن بس صغيره يعني، انت بس بيحسسك ان انت في مساحه ما بتبقاش عارف اللي جنبك طبخ ايه. بالظبط. فده كويس طلع يعني. السلم لا وبتتاقلم لو طالع السلم ونطلع فين؟ ما اكيد هنطلع السلم بتتاقلم. يمكن بقى الصعوبات اللي اتغيرت عن زمان، واي حد لو كده بولندا دلوقتي الحالي ده هيلاقيها، هو صعوبه سوق العمل بقت للاسف بقت متطلبات سوق العمل هنا عاليه يعني. انا مثلا لو هحكي كان ايه وبقى ايه، كان الاول طبعا هنا في شركات امريكيه كتيره مش محتاج لغه البلد عشان هتتوظف، كان في وظايف كتير بالعربي وكمان بالانجليش. بعد الحرب في اوكرانيا ودخول الاوكران هنا سوق العمل اتغير تماما، بقى صعب جدا يعني. لازم عشان انت تلاقي شغل لازم تبقى متميز قوي، هو مش مستحيل طبعا كل حد واللي الرزق بتاعه يعني. انا ما بعقدش الناس لان في مصر اصعب من هنا يعني في مصر في كل الاحوال اصعب من هنا، بس بحاول اقول بقى ايه هنا وكان ايه هنا وبقى ايه هنا. فعايز دايما تكون يعني تعليمك طبعا عالي او السكيلز بتاعتك عاليه بالاضافه للتطور الدائم، لان انا على مدار 6 سنين هنا شايف ان الشعب ده يمكن ميزه انا بحاول اتعلمها منهم يعني على المستوى الشخصي، ان هنا دايما الناس هنا دايما بتطور من السكيلز بتاعتها يعني. ممكن انت من بره نشوفهم مثلا في الويك اند مش عارف بيعملوا ايه، مش عارف فين، مش عارف ايه، بس انا شايف ان الناس دي بتاخد 5 ايام في الاسبوع بتستغل الوقت بتاعها قوي، تشرس قوي، الديفلوبمنت عندهم مهمه قوي يعني. انا مثلا لما جيت ما كانش كتير يعني، كان في صعوبه ان انا الاقي حد اتواصل معاه مثلا بالانجلش، بس شوف الوقت عامل ازاي وكله سيلف ستادي، مش الدوله هي اللي بتراعي حاجه زي كده. هو الناس هنا يعني ممكن الفرص عندهم افضل، سهوله الحياه طبعا غيرنا يعني، ما اقدرش اقارن. هو احنا مش بنقارن، احنا بس بنقول الناس هتيجي تلاقي انت الناس هتيجي هنا يعني في الوقت الحالي، لان خلاص بقى من 5 سنين مش هترجع في الزمن، مش هترجع في الطياره بتاعتك اللي هتيجي بيها هتجي لك في اللحظه دي. صح. فاللحظه دي فيها ايه؟ اللحظه دي فيها لغه قريبه من اللغه هنا بناسها مستخدمه، صح، اللي هم الاوكران.
فالناس دي في اي مجال هتلاقيهم مش ليهم الاولويه، لان دي حاجه ما تقدرش تحددها، بس هم بس اشطر، مش اشطر، امكن منك. بمعنى ايه؟ اللغه بتاعتهم قريبه، فهم بيكتبوا اللغه بتاعتهم دماغ عنك، بس لان نفس الثقافه. الناس هنا مش بتحبهم قوي، يعني جايز ما يكونوش بيحبوهم، ياخدوهم بالاحضان وهم دول لا. اخواتنا لا، بس الفكره ان اللغه بتسهل لهم هنا. فانت هنا عموما لازم يبقى عامل حسابك ان انت اللغه اللي انجليش بس هنا مش كفايه، ده مبدئيا يعني. وموضوع اللغه خلاص اعتقد انا من الاخر كده في الموضوع ده شويه لا، بس ده برضو يعني انا برضو انا اسف شعبان عندك لا انا كنت عايز اوضح ان برضو حسب انت هتشتغل ايه. يعني مثلا في عرب كتير بيجوا هنا يشتغلوا في مطاعم، فحته الانجليش بالنسبه لهم او ان هو يطور نفسه بشكل دائم مثلا في كمبيوتر سكيلز او دي بالنسبه له يعني مش مطلوبه منه. يعني هو جاي هنا مثلا هيشتغل في مطعم، فالمطلوب منه بيتعلم اللغه بتاعت البلد ويفضل مكمل. ولا اعرف مثلا هنا ناس كانت برضو من كذا سنه ما عندوش سكيلز غير ان هو بس بيشتغل في مطعم. طبعا انا مش بقلل من المهنه ولكن عمل مطعم، عمل فلوس هنا، جاب مثلا عمل مطعم مصر. يعني هو المطعم بقى بتاعه، لا هو اشتغل فيه وترقى فيه طبعا مع الوقت او مرتبه عالي، وفهم لغه البلد كويس فهم لغه البلد بس واندمج مع البلد. هو انا بس عايز اسال شعبان على حاجه. شعبان دلوقتي انت ما شاء الله عندك يعني الى حد ما معرفش ايه هو تتكلم لغه البلد وكمان انجلش. الفكره هنا انت دلوقتي مثلا انا شايف يعني عموما ان اللغه استقرار. بمعنى ايه؟ انت لو خلاص ربنا وفقك وبقيت تشتغل بالانجليزي او من غير لغه خالص ايا كان ايه طبيعه الشغل هنا زي اي مكان اعتقد، بس انت محتاج الشغل علشان تحس بالامان. يعني مثلا في مصر او في بلدك يعني لو انت ما اشتغلتش فانت مش مطالب ان انت بكره لازم تبقى معاك شغل. لو انت ما عندكش طبعا مسؤوليات، فانت مش محتاج بكره تبقى تلاقي معاك شغل عشان تبدا قاعد في البلد. لكن هنا انت محتاج بكره يبقى معاك شغل تاني غير اللي انت لسه سايبه لاي سبب ما. فعشان تلاقي الشغل التاني ده بسهوله اللغه استقرار. لان يعني اصلا انت لقيت الشغلانه الاولانيه بالانجليزي او من غيرها بصعوبه. فشعبان ما شاء الله يعني عنده فكره كبيره قوي عن اللغتين. طيب الموضوع انت شايفه ازاي بالنسبه للغه؟ هو موضوع اللغه يعني احنا مش هنقول لا طبعا اللي هو ما نتعلمش او مثلا اللغه ملهاش لازمه او لا بالعكس، طبعا بتساعد كتير واصلا بتخليك تعرف تتعامل مع اهل البلد، وهم بيحبوا لما حد يكون بيتكلم بلغتهم. يعني قال ما فيها مثلا كنت مع واحد صاحبي امبارح مثلا، هو مثلا ما بيتكلمش، انا بحاول اتكلم مثلا شويه، فقال لي تعالى مش عارف عشان تكلم مثلا حد هو عايز يكلمه مش عارف يتواصل معاه. فاتكلمت معاه وبتاع وقعدت اهزر معاه شويه وكده وتمام ونضحك وبتاع. الراجل طلع راجل محترم جدا، راجل كبير، هو كان هو ومراته جم، فكان راجل محترم جدا وكويس جدا من اهل البلد. اتواصلت معاه من اهل البلد بولنديا، فمن اتواصلت معاه الراجل قال لي يعني خلاص بقى انت كلمني بقى، هم عايزين حاجه كلمني انت. قلت لهم يا جماعه الراجل حبني وتمام ونتواصل. فدي حاجه هو تلاقيه يحبك كده مثلا. طبعا احنا مش معنى كده انت بتسعى ان هو يحبك او لا، مش ده اللي اقصده، بس اقصد انت عايش في البلد دي حاجه كويسه واضافيه انك تكون عارف لغه البلد طبعا وكل حاجه. وفي حياتك عموما رايح تشتري حاجه، رايح تخلص مصلحه مثلا في مكتب، الاقامه، اي حاجه، اللغه بتساعدك كتير في كل حاجه. اللغه الاساس انا شايف يعني. بالاضافه لده لو انت ناوي تكمل وتقعد، انا ربط ايدي شويه عشان انا بشغل يعني من وجهه اتكلم بعض استغرب دي كتير فبحاول اربطها على السكيورتيز هنا، اصل انا بقعد اعمل كده عارف، انا بحاول ان انا ايه اسيطر شويه. فبقول لك اللغه نفسها لما مثلا تقعد تكمل مثلا وعايز تاخد اقامه مثلا اطول، يعني اللي هي الاقامه الدائمه مثلا وبعد كده الجنسيه، اللغه مطلوبه وبقت اساس لازم امتحان وتمتحن. كانت زمان ما كانتش كده، ايامنا ما كانتش كده يعني، لا يعني قبل ايامنا كمان ما كانتش كده. المهم في مؤخرا يعني بقت مطلوبه في الاقامه الدائمه وكمان لو الجنسيه كده بعد كده يعني مش جنسيه صح. فدي حاجه. فاللغه مش يعني ايه، مش حاجه ملهاش لازمه، لا مهمه طبعا. لكن كونك ان انت عايز تشتغل هنا او تيجي
ده مش معناه ان انت لو ما بتتكلمهاش مش هتعرف تتعامل او مش هتعرف تعيش او مش هتعرف طبعا لا هي في صعوبه، بس اقصد انت ممكن تعيش. والدليل على كده امثله الناس اللي احنا شفناها، شفنا ناس كتير وقدروا ما شاء الله يعني يعملوا حاجات زي ما عادل بيقول، اللي هو ناس اشتغلت في مطاعم وما شاء الله عملوا يعني حاجات وبنوا حاجات خاصه بيهم، وتلاقيه مع الوقت اكتسب اللغه من التعامل مع الناس، مش لازم يكون درس حاجه. فده في الاول ما كانش فيه لغه صح في الاول، بس بيتعلم الكلمتين ثلاثه اللي يمشي بيهم ايه دنيته، اللي مش بده اللي هو الدنيا تمشي يلا مش عارف ايه تشاش جندبر مش عارف كلمتين ثلاثه يتعامل بيهم الدنيا، او في مجال في الجزء بتاع شغله بس، لو مثلا شغال في مطعم يدي الحاجه برش مش عارف ايه كده كده، فيعني الحاجه اللي محتاجها يمشي بدري. بس ده برضه معناه ان اللغه مهم يعني حتى لو كلمتين ثلاثه، لكن مش معنى كده ان انت لازم تبقى الحد الجامد قوي في كل حاجه. وحاجه تانية هرجع لها ميدو اللي انت قلتها برضه، ان انت لو اتعلمت اللغه سهل تلاقي شغل تاني، هو على حسب الشغل انت بتدور عليه. يعني انت مثلا لو عايز تشتغل في شركه كبيره وبلغتك البولنديه وهي الشغل بالبولندي اصلا، الموضوع مش هيبقى بالسهوله دي برضو، يعني انت لازم تكون بقى حد اصلا بولنديين عارفين اللغه بالظبط عموما وما مشتغلوش او فانت يكون عندك الله ينور عليك، فانت مش هيحتاجك الا اذا انت عندك ميزه ثانيه. بالظبط انا مش قصدي على ده، انا قصدي ان انت وانا شايف دلوقتي سبت شغلانه علشان السكيلات بتاعتك اللي انت كنت شغال بيها اللي هي مثلا الانجليش او العربي او ايا كان، فهم سابوك وانت سبتهم تمام، انت بكره محتاج تشتغل ثاني علشان اقامتك او علشان يبقى في داعي ان انت تقعد هنا تمام. فاللغه هتخليك تقدر تشتغل في اي حاجه حتى لو مش شغلانتك اصلا طبعًا. يعني ممكن لا تسهل لك تشتغل في محل بيع وشراء بالظبط ايا كان، بس هو دي لغه بس انت محتاج بس تتواصل مع الناس عشان تقول لهم الحاجه دي بكذا الحاجه دي لا، انت ممكن بمقاسك في ديت افضل. لو انت بتتكلم عن النقطه دي انت فعلا ممكن دي تساعدك انك تلاقي شغل مثلا في مكان لو حتى لو يعني مؤقت مثلا تبقى سيلز فاهم حل يعني ايا كان تتكلم معاه، هو الموضوع مش بسهوله برضه يعني خلينا بس حل في اي بتاع تمام. هو انت برضه مش يعني ليه هياخدك انت مثلا تشتغل تبيع في محل وفي حد بولندي ممكن يشتغل، ما دي بقى ارزاق، بس انت ارزاق بتوسع الهورايزن بتاعك، بتوسع قدرتك على ان انت تشتغل في المكان ده وبس بالظبط. بس انا عشان ما تبقاش بتشغل بحاجه واحده معتمد على حاجه واحده، فاحنا بس بنقول للناس لا ما تعتمدش على لغه الانجليش او حتى العربي بس، ما اعرفش ده هيقدروا يعملوه اصلا هنا ازاي ده عربي بس، بس لو هتعتمد جاي تعتمد على ان اللغه مش ضروريه. لا ضروريه طبعا، خلي بالك اللغه ضروريه جدا، لو انت اسلوب حياتك هنا معتمد بس على الانجليش او انت مثلا ممكن تبقى شغال فريلانسر مش محتاج اساسا اللغه، بس انت محتاج الاقامه. طب برضه انت محتاج تدفع ضرايب. انا برضه انا يعني كعايز اقول حاجه وممكن يعني نتكلم عنها باكتر، يعني عايز ارجع بس اكتر في فيديو تاني، وهي ان ايه الدافع اللي يخلي اي حد يتعلم لغه البلد هنا، يعني ايه اللي اصلا بيجي هنا مثلا، او يعني معظم الناس يا اما طالب يا اما على طبعا شغل يا اما متجوز. لو طالب في ناس كتير قوي بتبقى بتحط في دماغها والله انا هدرس مثلا شويه وهروح اشتغل في المانيا يعني او في هولندا، يعني التفكير في الثقافه عندنا اكتر بيتجه لاوروبا الغربيه. انت قصدك ان في ناس جايه هنا تعمل معلومات جايه بولندا بوابه بعد كده بتروح مكان تاني بالظبط، وبعد فتره بتصطدم بقى ايه بصعوبه التغيير، ان انت عشان مثلا تنقل من هنا لالمانيا رغم انها جنبك بس عشان تروح تشتغل فيها الموضوع صعب، لازم تنجح هنا الاول ولازم تتمكن هنا الاول. مش شرط يعني خلينا بس مش هو في حاجات كتير يعني حسب، بس انا بتكلم مثلا بشكل عام كده. هو احنا خلينا نتكلم ان احنا للناس اللي ناويه تيجي هنا وتقعد. انا بس عايز اوضح نقطه الاول اللي كنا بنتكلم فيها عشان واضحه يعني. انا لو النقطه اللي انت بتقولها بمنظر يعني الدكتور انت بتقولها دي ماشي تمام، دي فعلا بالنسبه للغه لكن انا اقصد ايه؟ ان احنا زي ما احنا قلنا في الاول احنا لا بنقول لحد يجي ولا حد ما يجيش، ف يعني ربنا يوسع رزق الجميع زي ما قلنا، لكن الفكره في حاجه ثانيه، يعني مش معنى ان انت ما بتتكلمش حاجه
ان انت ممكن اكيد مش هتنجح. لا الموضوع مش كده، بص الموضوع رزق في الاول وفي الاخر زي ما قلت. هو بس عشان تتوقع بالظبط، عشان تتوقع ماشي يعني، انت مش هتيجي هنا ايش متوقع ان انت لا انا مش محتاج. انا جيت عملت كده، انا جيت مش متوقع انجلش انت تعيش انا تمام. لا هو فعلا تعيش بيه ان شاء الله سرفايف يعني، ده حاجه انسرتن، حاجه انت مش عارفها، بس مع الوقت يعني. مثلا مع الوقت الاول انتوا جيتوا الموضوع كان انجلش بس كويس، بس بدا يقل بيختفي شويه يعني، مش صح. بيختفي، انا شايفه بالعكس والله مش عارف. لا هو لا لان الناس اللي بتبقى بقت عارفه انجلش بقت كتيره. انت قصدك كشغل ولا كتعامل؟ كشغل. لا كشغل ماشي. لا اصل تعامل انت ممكن تشاور. انا تهت لو تعامل على فكره حقيقي انت ممكن تشاور. انا تهت منكم دلوقتي، معاك موبايلك ممكن تطلعه وتكتب او تسجل، وبعد كده هو هيتكلم باللغه بتاعتهم، فانت يعني هتخرج من بيتك وهترجع من بيتك. بص لو انت معكش اللغه خلينا نوضح، بس انت اصلا هتخرج لايه من بيتك لو انت معكش اللغه وترجع تاني ليه؟ طيب انا بس عايز اوضح النقطه اللي انت بتقولها لي عشان بس يبقى برضه نقطتي انا واضحه. اللي انا اقصده مش، انا ما اقصدش طبعا انت بتقوله يعني مش كويس او مش هو الافضل، لا انت بتقول طبعا افضل انك تعرف اللي هو كده، لكن انا اقصد ان في تجارب شفناها وناس فعلا ما بتعرفش تتكلم لغه خالص، ولحد دلوقتي على فكره ناس مثلا بقى لها كتير 13 و15 سنه ما بيتكلموش بولندي اصلا، وعايشين او يتكلموا كلمتين اللي هم المكسرين دول اللي هو مش عارف، وعايشين وبيشتغلوا كويس لكن كويس. الموضوع ممكن يكون كان اصعب بالنسبه لهم في الاول. اللي انا بس عايز اقول عليه ان، او اللي انا اقصده ان مش معنى مثلا ان انت مش عارف تتعامل او مش عارف تتكلم حاجه انك لو جيت هنا هتفشل مليون في المئه. لا هتلاقي صعوبات كتيره، تلاقي صعوبات كتيره طبعا، والدنيا هتبقى اصعب طبعا باللغه، خصوصا الانجليزي. الانجليزي يعني لغه بتتعامل بيها في كل حته، ممكن يعني اكيد هتلاقي حد في الشارع لو مليون واحد ماشيين مش هتلاقي واحد يتكلم انجليزي. لا اكيد هتلاقي في الدنيا هتعرف يعني تتعامل يعني، ممكن تكون كافيه ليك في الاول. عايز اقول مش في التعامل كان في الشغل، في الشغل لا في الشغل ده موضوع تاني. الشغل دوت على حسب برضه هتشتغل فيه وبتدور على ايه والحاجه اللي انت عايز تعملها ايه، ده هيفرق كتير. انت مثلا عميل انت بتعرف الماني شويه تمام بسيط تمام، لو حد مثلا معاه الماني لا فرصته اكبر، فرصته اكبر ليه شغل اكتر. دي بقى لو انت في النقطه دي مثلا لا يعني ساعتها الالماني مش هيبقى لغه تواصل، شايف ان ده سكيل تمام، شايف ان ده في اي مكان يعني حتى في مصر مثلا لو انت معاك اكتر من لغه. انا حاسس ان احنا بنتكلم في حته مختلفه يعني مش عارف ليه. لا انا اقصد بنتكلم في حاجات ممكن يعني بتنطبق على اكتر من دوله ممكن، بس اللي انا اقصده برضه حته التوقعات يعني اللي بيشوفنا. انا حابب برضه يعرف لما يجي هنا يخلي باله من ايه. تمام خلاص خلينا نتكلم فعلا زي ما انتم احنا كان معانا ليست كده مثلا اللغه هنقول خلي اللغه مهمه، خلينا نقول اللغه مهمه بس مش معنى كده ننزل عشان بس ما حدش يكون فاهم ان احنا ممكن تيجي تتعلمها هنا. لا ما تجيش بتعلمها تمام، ما تعبش نفسك وتعلمها هناك عشان تيجي تستخدمها. شايف لا والله افضل انك تكون عارف حاجه، بس اللي انا اقصده حاجه معينه. اللي انا اقصد مثلا ان احنا يا جماعه مش قصدي نقول لحد انت لا مش ما بتعرفش اللغه لا ما تجيش. لا طبعا لا طبعا ايوه ما تعرفش اللغه بس اللغه فعلا لو توقعات زي ما بتقول لا تمام. انت طبعا اللغه تفيدك كتير، اللغه الانجليزي اولا لان ده الاساس عشان تعرف تتكلم يعني او ممكن من غيره تعيش. لو شويه لو اتعلمت بولندي وبتاع واشتغل بحسب مكانك هتشتغل فيه، محتاج اللغه دي مش محتاجها بتاع. هي كمان الفكره النقطه اللي كنت اتكلم فيها موضوع ان الناس، في ناس هنا قدرت من غير اللغه تعمل كذا وكذا او تتعلمها هنا وهي اصلا جايه بالعربي، بس دي قدرات في ناس تقدر تعملها في ناس ما تقدرش. فانا بس احنا بنقول انت تتوقع ان اللغه هنا مهمه بس مثلا زي ايه هولندا مثلا، انت مش محتاج تبقى بتعرف هولندي في هولندا صحيح، انجليزي بس انت كده تمام، انت كده تمام تمام يعني مش محتاج يعني جايز مثلا في الورق لو هتاخد جنسيه تاخد اقامه ومجايز يحتاجه هولندي بشكل ما، ممكن الناس تبقى بتعرف تتصرف فيه بس انت مش عشان تعيش او عشان تشتغل في هولندا لازم تبقى معاك هولندي، لا عادي هنا بالظبط. فهنا لا خلي بالك اللغه مهمه، اللغه مختلفه بس مش اصعب حاجه، على الاقل اللغه بنفس الحروف بتاعت الانجليزي يعني اولموست نفس الحروف يعني ونول نطق مش يعني مختلف يعني، بس هي لغه جديده. بص انا عايز اخر حته اسف معلش تاني برضو عشان عايز مش شرط تتعلم او تكون عارف بولندي عشان تشتغل، خلينا واضحين تاني ده في رايي انا، لان انا شغال من غير بولندي. كلنا اشتغلنا من غير بولندي صح، كلنا اشتغلنا من غير بولندي
انا اشتغلت فتره، انا اول ما بدات اشتغلت في مكان ما كنتش عارف بولندي، كنت واقف في الريسبشن. متخيل؟ كان واحد يجي لي، طبعا كانت يعني مش عارف مش واسطه، بس كان حد يعني اونو واسطه ايا كان، يعني اللي هو حد معرفه مشغلني اللي في الفندق بتاعه يعني مديت. فانا واقف في الريسبشن، واقف في الريسبشن، الراجل يجي يقول لي مش عارف ايه اعمل. طيب ماشي، اللي هو اشترك. اللي هو حاضر. قال لي يا عم ده، قال لي نادي لي حد طيب من جوه. طب انا مش فاهمه، حتى نادي لي حد من جوه يعني، انا واقف اعمل له كده. طبعا كنت سعيد جدا ان انت هو في العادي ان انا حد واقف جنبي، بس جت في لحظه ان مفيش حد جنبي. طب يا بنت الحلال سبتيني ليه واقف لوحدي؟ ولا يا ابني الحلال اللي معايا سبتني ليه واقف لوحدي؟ وقال لي بقى ناس كتير واقفين. طب يا عم انت في ايه؟ طيب وانا مش عارف اتكلم. كان برضو حته تانية في موضوع بالنسبه للعربي، حرف البي والبي عندنا احنا بيبقوا ضايعين، ما بنقولش حاجه. فانا مثلا الراجل كلمه بي اس اللي هي الحرف البي الثقيله معناها كلب. كلب عشان دي مهمة قوي، وهو اسمه لقب اسمه بيس بالبي العادية. بالبي العادية. فانا عمال اقول له بان بيس. انا بقى عايز اتاكد ان انا انت حافظ. فاقول له ما تقولش لا مش كده. يقول لي لا مش كده. يقول لي لا مش كده. انت في التك. انا عمال اقول وانا اطلع، قال لي يا عم دي حد من جوه. كان موقف بصراحة ده من يعني صعب. اللغة فعلا بتفرق. لا انت كمان مش في اللغة، ان انت مش عارف اللغة، لا انت بتنطق حاجة في اللغة غلط، هتلاقي الموضوع راح في حتة يعني. بس خلينا يعني مهمة نقول لأي حد عايز يجي يخلي باله من اللغة، سواء يتعلمها في بولندا هي او البولندي. انا رأيي الشخصي هي مهمة وكويسة وجميلة، لكن ممكن تشتغل من غيرها. لو لقيت فرصة ممكن تلاقي فرصة من غير، لكن هي طبعا كلغة وحتى يعيش هنا وبتاع، لا طبعا حاجة كويسة. وانا برضه كنت عايز اقول نقطة تانية، يعني عايز اتكلم في حاجتين. ان كل ما انت بنيت سكيلز قوية في مصر او في بلادنا، كل ما سهل عليك ان انت تلاقي شغل هنا. يعني جاهز اكتر والنفرق. يعني احس ان احنا اقوياء في مصر، الناس في مصر اقوياء في السكيلز بتاعتهم. السكيل يعني انا مثلا بقول ايه، ان لو حد مثلا في مصر شغال في بنك تلي فروع بنك انترناشونال، فرصته عاليه ان هو يدخل البنك. ما تحددهاش في بنك او لا، انا ما اشتغلش في بنك. انا ما اشتغلش في بنك يقول لك لا خلاص بقى سلام. بدي مثال عشان شفنا مثال حي كده، اللي هو حد اشتغل. وكذلك الاي تي مثلا، وكذلك لا محاسب. لو حد اشتغل في المحاسبه هم الناس ديت المفروض ان هي عارفه حتى الحرف يا جماعه يعني كويسة. يعني مثلا يعني حتى الحرف يعني احنا كلنا عارفين ان في نقص هنا كتير في العماله او في الحرف يعني. في العماله ما اعتقدش يعني، في الحرف يعني انا بشوف ان مثلا ان الحرفي في مصر ميكانيكي او الحلاق او هو بيعمل شغله، لا بي بي يعني بي يعني فاهم شغله يعني حرفي. يعني انا بتكلم مثلا من التوقعات برضو، لان احنا فيها انا بقالي 6 سنين اهو لحد النهارده انا ما لقيتش حلاق كويس. بس انت غير الكلام ده كويس، انت بتقول العربي في حاجه كتير. لا مش العربي، انا بروح ممكن الاقي حد كويس، بس الحد ده السعر غالي جدا عليا. فكره في حاجه ثانيه كمان، فكره في طريقه التكنيك نفسه، طريقه الحل نفسها. هو هنا مثلا معظم الحلاقين ما فيش فكره الموس دي اصلا. كويس الموس نفسه بغض عن هو كويس، بس في مصر انت ايه الموس ازاي يعني؟ مش شرط الموس هنا شعرهم ناعم جدا فمش بيقصوا بسرعه برضه. لا هي انا لا، طب في مصر في تنوع، في شعر خشن قوي، وفي مصر ناس شعرها ناعم قوي. معلين انا مروحش بحلها هو في الاول في الاخر اصلا يعني هي سكيل والتوفيق ربنا بيبقى لازم يبقى موجود للناس اللي هي بتفكر تيجي او لا، لان اصلا انت عندك حاجه تانية هي سخيفه. يعني انا شفتها بنفسي لما جربت شويه حلوين يعني قبل ما اجي السفاره، فده موضوع تاني. انت لو اصلا ايه فده انت لازم في البلد اللي انت جاي منها. يعني في مصر مثلا السفاره البولنديه كانت بصراحه يعني كل السخافه في الدنيا يعني. حسب الجنسيه بقى يعني، على حسب انت رايح تعمل ايه كمان. والمغرب العربي كله مثلا بتكون السفارات صعبه، الخليج مثلا لا بتكون السفارات بالنسبه لهم سهله. انت يعني هو الواحد كله انا قلت في الاول توفيق ربنا، فاللي هو فانت يعني جرب، لازم تجرب. لو انت خلاص مقرر ان انت جاي هنا يعني بالظبط فانت جاي بقى هنا
خلاص وصلت الارض الجديده عليك، اول حاجه هتلاقيها ايه بالظبط؟ الطقس. فانت لو جاي في الشتاء هتلاقي شتاء تاني غير اللي انت سايبه في مصر من ساعتين، يعني انت الطياره 4 ساعات تقريبا، 4 ساعات. انت لو جاي مثلا في شهر واحد في مصر الجو اصلا ساقع عليك، فانت هتيجي هنا هتخرج من الطياره هتلاقي شتاء تاني، هتلاقي يعني هتلاقي حاجه تانيه خالص، هتلاقي اصلا قبل ما تخرج. انت جيت في شهر، انا جيت في شهر 3 ثلاثة يعني كان الشتاء بيخلص، يعني ما كانش شتاء بيقولوا يعني. فمبدئيا الطقس هنا ساقع بس انت ما بتحسش بيه طول ما انت مش في الشارع. انت محترم نفسك وقت كده بالظبط زي الخليج برضه يعني. طب ما الخليج حر جدا بس انت ما بتحسش بيه طول ما انت مش في الشارع بالظبط، العكس تماما. هو اي نعم في مصر احنا بنحس بالسقعه بره وجوه، يعني احنا ما مش جاهزين في الموضوع ده. في هواء بيطلع، لا احنا ما عندناش عزل او في المعظم ما عندناش عزل للمباني يعني. انا حتى انتوا لابسين لحد ما شتوي شويه. انا دلوقتي احنا في شتاء، احنا في كام؟ احنا في 11 مش شتاء بس في الخريف يعني. وانت لابس، وانا عادي طالما احنا قاعدين جوه مش منزعج. بس عموما الطقس هنا تخلي بالك طبعا، بولندا من الدول الساقعه، مش اسقع حاجه طبعا بس في هنا ساقعه. بس كويس انا قلت النقطه دي بصراحه عشان لا يعني يعمل لا يعني يعمل حسابه في حته ايه اللي هو تعب جاكيت بس على الاول، يحاول ياخد خبره في بلده ايا كان، في اي مهنه، في اي سكيل، في اي حته، في اي حاجه، زائد حته اللغه برضه هنا. بالاضافه محمد قال حته الطقس. طيب احنا في بلادنا شعب اجتماعي جدا. هو انا برضو كنا شايف ان حته الاجتماعيات مش زي عندنا يعني. مثلا يعني في مصر بتروح تقعد على القهوه لو انت لوحدك وما تعرفش حد بخمس دقائق، تعرف الناس كلها وخلاص. على الشخصيه ما اعتقدش ان انت عملتها بكده اصلا شخصيه. يعني مش شرط شرط بس تاني في مصر الناس بتتكلم لغة واحدة، انت هنا لو بتتكلم لغتهم زي ما حصل مع شعبان من يومين هو اللي امبارح، عندهم بتتكلم لغة بتاعتهم فانت لا. تمام. لا الناس هنا اعتقد هي منفتحين، مش لا هنا مش مقفلين قوي. لا ست لو عارف مفتاح ان انت تدخل لهم ازاي خلاص انت هم الناس دي كبيرة حقيقي، بس مش اللي هو مقفلين. لا ما اعتقدش يعني. انا برضو انطباعي يعني لما انا سافرت مثلا المانيا او النمسا او كده، لا حسيت يمكن حسيت بحاجات موجوده هنا حلوه مش موجوده في الدول اللي حوالينا. بالظبط منها الحته دي بصراحه. اللي هو الشعب هنا اجتماعي، مش منغلق قوي ولكن ليه طريقه معينه. ما اعرفش دي هتبقى رأي دي هتبقى رأي مختلفة يعني. ممكن حد يكون سمعنا وحاجات هي تجارب شخصية يعني. ما يعني انا قعدت ياما اقرا هنا بيقولوا عنصريين وعنصرية ويبدا، في ناس تانية بتقول ان الحياة العادية هي. واحنا شفنا بصراحة انا شخصيا ما قابلتش حاجات كده، قابلت مش هقول لا عشان نبقى واضحين، انا قابلت مرتين ثلاثة بس مش حاجة اللي هي مؤذية. والحاجة اللي انت ممكن تلاقيها تلاقي حد بيرد عنك اصلا من غير ما انت تتكلم، حد بولندي برضه يعني. مثلا زمان موضوع لو مثلا في يوم وطني مثلا بيكون يوم وطني في بولندا، في اليوم دوت بينزلوا الشوارع كلهم، فبتلاقي ناس مختلفه من مختلف الطبقات زي ما بيقولوا، تمام، ناس مختلفه. والناس بقى اللي هو ايه عارف انت اللي هم مش عايزين البلطجيه او اللي هم ايه، تلاقي العيال اللي هم العيال مش عارف زي العيال الصيعه مثلا او كده سرسجايه. ممكن لا كده. وتلاقيهم مثلا اللي هو شارب مثلا او اي حاجه، هو هيتمخلوق او انت مش نازل له من ذوق ما تعرفش. هو على فكره ما فيش يعني، ما اعتقدش، مش موافق قوي، بس الناس مفكره هنا ان اليوم ده بيبقى عامل زي فيلم ذا بيرج، اللي هو اليوم واحد كده الناس كلها في خطر فتقفل في نفسك وتخلي بالك. انا مش شايف ده خالص يعني. الناس مش كده. انا امبارح مش شايف كده. الامان عالي جدا بصراحه. مش كده بس عموما ما اعتقدش يعني. ده انا اقصده في النقطه دي ان يعني هو انا نزلنا الشارع كتير طبعا عندي، بس الافضل انك ما تنزلش. بقول لك انا حاجه، انا فاكر حتى في يوم كنا في الشغل وكانوا معديين بالمسيره دي كده من جنب الشغل، ولد عيال بولنديه جم استخبوا معايا. احنا مش كناش مستخبيين، احنا كنا طالعين من الشغل ومستنيين بس يعدوا ونمشي. فهم الولد جالنا طلع يجري علينا، العيال بتضربهم، دخل يستخبى في المبنى اللي احنا واقفين فيه، فاهم؟ فانت كان هو مش هتفرق معاه، انت مش شرط حتى عشان عربي او عشان
جنسية تانية أو حاجة. هو عموما يعني يوم في الثقافة هنا هي تجارب شخصية يعني برضو، يعني أنا عشان بس تبقى الطريق واضحة، مش معنى كده إن هو هيمشي يضرب كل اللي ماشي، لا ممكن اللي أنا أقصد إن في يكون تجمع كبير ما تعرفش أنت مين اللي فيه. فبتلاقي مثلا ناس محترمة ناس مش محترمة. أنا مثلا مشيت مرة في البتاع ده في المارش دوت، مشيت معاهم فأنا ماشي عادي، اللي هو ناس ماشية مبسوطة أنا ماشي، كنت خارج عادي وبتاع، لقيت واحد جاي بيقول لي اللي هو تشارنوخ، تشارنوخ دي ليها كلمة كده بالبانجي اللي هو يس يس بس الطريقة اللي هي مش كويسة يعني. فلقيت واحدة من قريب، غير ما أنا بالنسبة لي اللي هو أنا بصراحة ما بردش لحد كده، بنفض إلا بس جاي اللي هو قافل مثلا واتكلم معايا وبتاع وكده، نشوف بقى يمد إيده يعمل حاجة يبقى الموضوع مختلف. هم هنا ما بيتخانقوش اصلا، انا بقعد يغدك جنبه كده بقعد يعمل لك كده، محدش بيمد ايده زي لعيبه الكوره يسيبك كده يسيبك لحد ما تشوف بقى الدنيا هترسى على ايه. المهم يعني فلقيت واحده ردت علي من غير ما اتكلم. ففي ناس مش كويسه وده عادي في كل بلد وفي كل دين وفي كل ثقافه وفي كل حاجه، لكن في ناس تانية ما بيعجبهاش الحال المايل زي ما بيقولوا وكده. فلا فمش معنى كده انك ما تنزلش، بس الافضل ما تدخلش في تجمعات كتير انت مش عارف مين اللي فيها. بس هو يعني نفس فكره اللي هو اهلك يقول لك خلي بالك ما تروحش الماتش ده علشان ما يحصلش مشاكل، مش عارف في مصر مثلا ما تروحش الاستاد. بس هنا ممكن هنا اخطر شويه، هنا اخطر يعني مش حاجه وحشه بس الفكره ان انت قصدي معروف يعني يقول لك حاجه في اللي هم زي البول عالم الهوليجنز او حاجه كده شباب كده ممكن اللي هم عارف زي الجماهير مثلا جماهير معينه لنادي معين، مش عايز اقول اسم نادي معين برضه عشان الانترست بس الانترست ده يعني موضوع يعني تاني ما الانترست يعني ما ادخلش حتى في الكونسل بغض النظر يعني عشان بس ما يبقاش بنغلط في موضوع. هو في ناس كده فئه من الناس اللي هو البوليز اللي هو ايوه لا مش كل المشجعين يعني مش كل مشجع لا مش قصدي على الكوره اصلا، انا قصدي انا مجموعه من الناس بوليز هم شايفين نفسهم كده اللي هم بيبصوا للجاكيت بتاع مثلا الهاي سكول بتاع امريكا دوت مش عارف ايه طلع لك البتاع مش عارف منين وكده اللي هو لا بس ما انا مع نفسي ما واجهتش ده بالظبط. انا حتى في الجامعه يعني مفيش بس ده اللي بنقول عليه برضه، ده على حسب انت بتحط نفسك في مكان فين. انت المكان اللي انت بتحط نفسك فيه هو اللي ممكن ياثر على الشخص اللي انت هتقابله. دي ببساطه اللي نقدر نقولها يعني زي ما قلنا في الاول ممكن تروح انت برضه طبعا يعني ربنا يبقى فينا نروح الحمد لله. بس يعني لا ممكن تحط نفسك في مكان هو اللي يتسبب في اللي انت فيه، تقابل الناس او ده المكان العادي اللي ممكن تقابلهم فيه، فانت بتحاول على ما تحطش نفسك في موقف او في مكان مش كويس. لكن عموما لا في امان طبعا، تمشي بالليل عادي، البنت تمشي لوحدها بالليل عادي مفيش مشاكل، الدنيا امان طبعا. مش معنى كده تخش لي في غابه بالليل لوحدك او يعني بنت لوحدها وتقول لي يعني لا يعني احنا بنتكلم في العام يعني بالظبط البلد. anyways انا ما اعتقدش اصلا الموضوع ده هيفيد قوي الناس اللي لسه بتفكر انها تيجي يعني بالزبط. مش ده العائق ان الناس صح. لا ده عندهم كده في يوم في السنه صح. غريب لا معاني ممكن يبقى ينام اليوم ده ما حدش يشوف حاجه يعني. طب انتوا شايفين مثلا ايه تاني اللي بيفكر يجي بولندا يكون عامل اعتباره او يكون هو في نقطة ان احنا برضو ما عندناش عنصر هنا من الجنس الاخر معانا يعني بنتكلم بالنيابة عنهم. بس انا بشوف في محجبات كتير ما عندهمش مشكلة، في اجانب في اجانب برضو من البنات وعندهمش برضو يعني بيواجهوا نفس اللي احنا بنواجهه، ما عندهمش مثلا في تمييز لا ده انت ولد ده انت بنت لا يعني اللي انا واجهته مش عارف اقول كده ازاي. بس لو انا كنت بنت برضو كنت هنواجه نفس الموضوع، فاللي هو يعني عادي ما فيهوش اي حاجه، فالموضوع ما بيختلفش بين واحده وواحد. صح. بالنسبه للحجاب برضو بشوف كتير يعني بشوف والوقت ما انا بشوف ما بروحش طبعا اسالهم حد اتعرض لكم حاجه حصلت لا، بس اللي انا بشوف الناس بتقول لك طبعا انا مثال انا مراتي محجبه وبرضو حاجه اللي كنت بقول لك عليها في الاول اللي هو موضوع الحكم على الناس. يعني انا اعرف ناس كانوا زمايلنا في الشغل مثلا او في اي مكان عموما بتشوف ناس حد كان محجب وقلع الحجاب ما تحكمش على حد عموما. انا احنا بس عايزين نعرف الناس بتتعامل هنا مع المحجبات ازاي. لا احنا ما بنحكمش لا انا ما بقولش انتوا انت بقول لك لا على الناس مش عشان اللي هو بيعمله صح لا عشان انت ما تعرفش الظرف اللي فيه كان ايه. صح. يعني ماشي الحجاب مش عايز ادخل في موضوع الدين قوي خلينا لو عموما يعني في العموم يعني ف سواء الحجاب مثلا انت هتلبس الحجاب مش هتقابل مشاكل ان شاء الله مفيش مشاكل يعني اللي هي لكن في ناس كانت لابسه حجاب وقلعته ليه ما تعرفش ممكن يتعرض لموقف
او حاجه حصل لها احنا ما شفناهاش ما نعرفهاش، يكون خليته يعلن الاجابه علشان مثلا ايا كان السبب. احنا ما بنشجعش ولا بنقول ان انت تعمل كده، لا لا طبعا. خالص، ولا ان مثلا ان لبس الحجاب هيتاذي، لا طبعا. بس ما تعرفش اللي قلع الحجاب قلعه ليه، فعلى قد ما تقدر ما تحكمش عليه، لانك مش عارف ظروفه ايه اللي حصل لها، ربنا هو العالم بيه، وربنا اللي عارف يعني هو بالظبط. لا احنا ما اللي قاسي. بنحكمش برضو على حد. هو انا وجهة نظري ان اللي جاي هنا يحط في اعتباره ايه تاني، تمام، يعني احنا قلنا حتة الجو الحجاب مثلا عادي، لا السكينز تلبسه عادي، الحجاب النقاب، عادي النقاب بالظبط. مثلا في ناس منتقبة، ما مش عارف، ما اعتقدش هو انا شفت مثلا سياح لكن سياح ما اعرفش بقى حياتهم عاملة ازاي، بس هيبقى ملفت للنظر قوي، وما اعرفش يعني. انا مش عايز اقول ان هو مثلا قانونا، لا مش حاجة تمنع قانونا، مش اعتقد فرنسا ممنوع مثلا، بس قانونا ما سمعتش ان في حاجة تمنع. لا هو انا في يعني جامعة هو عندي واحدة ممنوع، منتقبة هو انا من بتدخل وجهة عادي، نظري بتدخل عادي وبتعيش حياتها انا يعني، قانونا مش ما ممنوع. اعرفش عنها كل حاجة، بس انا شفت لقيتها معايا في الدنيا يعني، هو انا من وجهة في الجامعة، هو انا بس من ما اعتقدش ان هي حاجة قايلينها صريحة في الحكومة مثلا، او محرمين او لا مانعين حد يعمل حاجة مش هم خالص، ما في اعتقدش البلد، لا يعني. مفيش. لكن فاحنا عموما اي حاجة بنقولها للجنسين، بنقولها للولاد وللبنات يعني، او مش كذلك ان بيربي دقنه هنا برضه، لا يعني هنا اللي بيربي دقنه لا يعني بشكل ده عادي، لا لا هي البيرة هم عادي. اصلا بيعملوها عادي، هم بيعملوها بقى بالظبط. بس يعني يعني انا استغربت هنا مثلا لما جيت وحتى في السعودية برضه يعني دي من الحاجات اللي لفتت نظري، لقيت ضابط الشرطة بيربي دقنه ولحية بتاع وفي فرق تربية ده عن ده، في يعني مية السمنة ده وفي هو اللي في هو زي مصر عادتنا. ده من المحرمات يعني. القوانين حتى البنك يعني انا مثلا يعني ايه يعني، او بالنسبه لي انا كنت اعرف ان في مصر ان لازم اي بنك موظف بنك لازم نص يلحق دقن كل يوم، نص كل يوم. يا سلام، في مصر ده يعني طبعا لا انا في ما مصر تعرفش كنت اعرف دلوقتي، كده. ممكن الوقت اتغير، ممكن الوقت اتغير، ممكن ما الوقت اعتقدش. يتغير، لا ممكن الوقت يتغير، بس لما انا اتخرجت من مصر وكنت اروح اي انترفيو في بنك كان الاتش ار بيقول لي بالتليفون تيجي تحلق دقنك. هنا لقيت، لا لقيت الوضع عادي جدا، مفيش الكلام ده. ماشي. حاجة يعني هي دي حاجة يعني ماشي، ممكن تكون حاجة اللي هي مش عارف دي بلس فانا ولا لا، ماينس. هو انا اللي لما عايز جيت اوضحها اكتر او اللي انا اقصده ان انا شايف ان هنا في حرية كبيرة في اظهار التدين. بص، انت ممكن أنا بعد بتتدين الحاجات اللي بتحصل في العالم، ومش خايف على نفسك بص هو أنا بصراحة أنا هنا مثلا ما شفتش حد يعني، نازل شايف الحرية دي. من العربية بتاعته بيصلي جنب العربية يعني، زي مثلا أصل ده هنا ده إظهار التدين، لو أنت بتتكلم على إظهار التدين. لكن أنا مثلا لا انا اقصد في الدقن، أنا أشوف ان واحدة لابسة، انت بتواظب مثلا، لو هنا انت بتواظب تصلي في الجامع ما هو مثلا. الدقن مش تدين، أنا ما أعتقدش إن انت ما الدقن تعرفش تدين يعني، بس أنا ما شفتش مثلا يعني، اعتقد ما فيش مشاكل. حد بيتضرع للدين في الشارع بالنسبة لديننا إحنا، لكن دينهم الله أعلم. بس بالنسبة لديننا إحنا هو أصلا مش باين، ما عندناش، بولندا مش البلد اللي فيها مسلمين كتير عموما لا يعني، لا مش كتير قوي. ولا بس انا مثلا ما شفتش حد نزل العصر دلوقتي فانا هصلي، زي مثلا ما كنا بنشوف في مصر مثلا، ما شاء الله الناس بتسيب شغلها ايا كان ايه هو وبتصلي مكانها، ما فيش مشكله. لكن هنا احنا ما شفناش تضرع او حاجه دين فعلا في الشارع، لا الجو انا مش ما هيسمح، اعتقدش. الجو مش هيسمح، ده حاجه. حاجه كمان، الجو ساعة. حتى لو كده يعني مثلا في البلد اللي هي كراكوف ديت في سياح كتير قوي مسلمين، ما اعتقدش ان هم واجهوا اي مشكله في موضوع ان هم بيجوا بشكلهم يعني. مثلا العرب اللي جايين من الخليج كتير بالظبط منهم بيجوا يعني بالثقافه بتاعتهم، بالحاجات اللي هم، الحجاب بالظبط، لا الحجاب انا قصدي كمان على الرجاله بيجوا بالجلابيه بالطاقيه، انا شفت ناس كتير كده. ده برنس، ده دوت. فده يعني الناس ما اعتقدش ان هو خد فيدباك وقت يعني وقتها كده، اللي هو اللي انت لابسه ده لا عادي، انا مع على حسب هنا في حريه، البلد لا فيها حريه كبيره بالنسبه لاي حاجه، الا لو مثلا اعتقد انت ضايقت حد. موضوع الحريات ده برضو موضوع كبير، وانا انا الواحد اعتقد فكرته اتغيرت بعد الاحداث اللي بتحصل في العالم لو كلها في كل اتكلمنا فيه حاجه. بكره مش هنخلص. يعني موضوع الحريه جايز، بس بس اللي انا شايفه ان اللي جاي برضه تاني هنا طبعا. انا ايه عم بدي اعيد السؤال. واحنا مفيش فايده خالص، احنا اسفين يا استاذ عادل والله. لا والله، علشان بس اللي بيشوفنا يعني ايه،
يحتوش منه. خلينا مثلا نحاول ما يقصش منه. فاللي جاي احنا قلنا حتة اللغة، قلنا السكيلز في مجاله يحاول يطورها. الناحية التانية أو أنا عايز أقول برضو إن إيه، بولندا مش دولة، أولا من وجهة نظري مش دولة هجرة، يعني مش زي مثلا كندا. يعني مثلا لو حد في مصر جه يتعلم مثلا اللغة وعنده سكيلز كويسة وعنده بيت وأسرته في مصر، هل ينفع إن هو ياخد أسرته ويجي هنا؟ أنا شايف إن الموضوع صعب جدا. يعني بالنسبة لإيه؟ قانونا يعني أو ك قانونا إن هو مثلا إن هو هنا مفيش هجرة، هنا مفيش الهجرة. طب مثلا أمريكا وكندا ده موضوع تاني، في لأن في ناس بتفكر إيه، يعني مفكرة مثلا هنا زي الخليج، اللي هو أنا أشتري فيزا عمل مثلا في أي شركة، إن أنا أخلي شركة تبعت لي فيزا عمل بمقابل مادي، واجي هنا وهقعد وهجيب اعتقد في الخليج اصلا الموضوع بقى اصعب شويه غير زمان. بس لا، هو انت يعني بص، الموضوع ده ممكن نتكلم فيه بعدين، موضوع الشغل والحاجات دي. الهجرة انا شايف ان هجره الاسر هنا صعبه، هجره الاشخاص لوحدها. لا، ما هو يعني ايه هجره؟ ما انت الكلمه انا مش فاهم اللي تقصده ايه. يعني طب انا مثلا جيت، يعني بمعنى ايه مثلا؟ جيت بعت لمراتي جبت لها جت، بس انت هنا فاهم، بس قصدك ان انتوا تيجوا مع بعض هنا بالظبط؟ مش موجوده في اي حته اصلا، يعني لا مش موجوده في اي حته. انت لو جيت عمل او حاجه يعني في بلاد هجره، يعني لا هو حد بيجي قبل حد. بس لا، هو لو هجره زي ما هو بيقول مثلا هجره مثلا امريكا، اللوتري اللي بتحصل دي، لا اللوتري دي امريكا واستراليا تقريبا وكندا واستراليا، ده موضوع تاني. هو مش موجود، مش هجره. بس هو هنا الناس ليها ثلاث أسباب يقدروا يجوا هنا بشكل طويل، غير السياحة طبعا والزيارة. ده مع إني لو ليك حد هنا أصلا تقريبا زي اللي أنت عملته لأهلك يعني، ماشي، ودراسة وزواج أو عمل. حد هم الأربع أسباب دول، مفيش أو ثلاث أسباب، مفيش موضوع إن أنت تقدم على الهجرة وتتقبل وتعالى. لا، وخلي بالكم برضو يعني دي ممكن نتكلم فيها بعدين، بس حوار إن مثلا حد يفتح بيزنس وياخد إقامة على أساسه، ده برضو مش بيشتغل بسهولة. طب لازم في بلاد تانية موجود. يعني انا فاكر في بلاد تانية ممكن مثلا نعمل بودكاست مثلا عن نتكلم في انواع، نحاول نجيب حد مثلا عمل كده فعلا انواع البيز او وعلى فكره برضه لو انا شايف، معرفش انتوا رايكم، بس لو حد مثلا عربي حتى عايش هنا وحابب يجي يقعد معانا يتكلم في حاجه، اعتقد دي ممكن. لو حد عنده معلومات في كراسي ايه ده، فانا اعرف. اقصد لو في ناس من، لو حد عربي شايفنا مثلا وحابب يتكلم، ناس ممكن تيجي تقول لو حد حابب. اي حد حابب يتكلم معانا بصراحه، دي بنتكلم مع بعض. لو والله العظيم يعني وانا برضه مش عارف، كنا عايزين كمان نتكلم موضوع بس بعد ما نطلع الاول منتج لينا اللي هو اول فيديو كده، ونشوف رد الفعل ان شاء الله. هو بتاع الناس، المعلومه دي توصل للناس ان شاء الله. حتى الحاجات دي مش هتتمنتج، يعني الحاجات دي الناس هتشوفها عادي. خلينا نشوف الموضوع ده، نشوف الرد. موضوع الايجار هنا برضه، خلاص جيت وقررت ان انت تيجي ومعاك شغلك او ايا كان اللي انت جيت عشانه، موضوع الايجار هنا انا مثلا في الوقت الحالي اللي انا شايفه، لان انتوا خلاص مأجرين مثلا من فتره، فانا جاي انا هأجر. مبدئيا هو انت هتلاقيه بسعر مثلا غالي شويه، او انت هتقدر عليه، انت كده ان شاء الله هتقدر عليه، هيبقى غالي شويه، بس في نفس الوقت انت متعوض بشويه حاجات. يعني مثلا في المانيا انت بتأجر مكان اللي انت هتقعد فيه فاضي زي مصر مثلا، اللي هو السفارة عادي، لكن هنا انت بتأجر بتدفع بيبقى في مصاريف بعد كده اللي هي الإدارية أو التدفئة أو الاستهلاكية يعني، بس في الأول بيبقى معاك أصلا المكان اللي انت قاعد فيه بيبقى مفروش. ماشي، ممكن. يعني بص، دي على حسب برضه الشباب بتأجرها، بس في أغلب يعني في العادي إن يكون مفروش، في فرش حاجات بتبقى حاجات كويسة زي ما أنت كنت بتقول قبل كده. لكن في حاجات تانية بتأجر من غير حاجات كده، في مثلا ممكن تلاقي مستوى ما فيهوش مثلا، ما اعرفش، تلاقي يتأجر من غير. انا مثلا مأجر، ما كانش انا مأجر الشقه كلها من غير عفش اصلا. ايه ده؟ بس يعني في اجهزه كهربائيه مثلا، انا شايف يعني شايف مثلا بنسبه 90% انت بتأجر السكن فيه في العفش. ده العادي، ده العادي، ده اللي هو العادي. اللي مش عادي بقى اللي هو ايه، ممكن من غير عفش، هو السكن فاضي بس صاحب السكن مثلا لازم بيتنازل عن مثلا ايه، بيرخص مثلا شويه صغيره يعني. تبقاش اصلا هو مش مبلغ كبير، ولكن يعني لازم يتنازل عن حاجه
قصاد دي، لانه العادي هنا انك انت بتلاقي ده حسن. صحيح. بالظبط طبعا، لو جاي مثلا عمل او دراسه فانت هتلاقي فرص كتير قوي ان انت تشير، او في مكان تشير ده اصلا مع في مثلا ليك اوضه لوحدك، او صح. تشير الاوضه نفسها كمان مع حد، صح. ففي اوبشنز كتيره. عشان اي نعم كلها علشان انت بس مش متوقع ان هي تبقى غاليه، بس لا ده الطبيعي هنا. اي نعم شويه غاليه عن اللي احنا الباك جراوند اللي عندنا، بس هي هي اغلى شويه. حاجه كمان بس في موضوع الايجار ده، كل ما انت تقرب للسنتر بتاع المحافظه اللي انت قاعد فيها عموما السعر بيغلى، كل ما تكون غالية مش شرط تبقى المكان اللي هتقعد فيه اعلى يعني افضل قصدي، بس سعره هيبقى غالي عشان انت بس قريب. كل ما تلعب طبعا بتبقى الموضوع اهدى شوية ارخص يعني. هو برضه مبيبقاش رخيص قوي، بس بيبقى شوية افضل. بس المواصلات هنا عموما بتقرب لك كل حاجة من بعضها لو انت عندك وقت تضيعه شوية، لان المواصلات هنا يعني في مواصلات، مواصلات رخيصة بصراحة، رخيصة جدا عن بلاد تانية. عن بلاد تانية فنلندي مهمة جدا، عشان برضه وجدت تقارنها يعني مش هنقارنها بمصر، ولا احنا مش على فكرة مصر غالية. مصر غالية، التذكرة الميني باص دلوقتي 10 جنيه او 8 جنيه عادي، مصر تبقى اغلى من هنا، ده اللي شايفه يعني. ماشي خلينا يعني لو انت موظف في مصر تنزل 5 ايام في الاسبوع برضه بس، وكمان 20 يوم في الشهر، شوف انت بتصرف في المواصلات في مصر غالية، شوف انت بتصرف كام. وكمان هنا التذكرة او ايا كان بمدة مش بمركبة، يعني مش مثلا التذكرة دي للاتوبيس بس، لا هي التذكرة دي للمترو بس. لا لا مش قصدي على الشاحن، حاجة تانية مش شاحن، ده حاجة تانية. انا قصدي التذكرة بتاعتك ب 20 دقيقة، بساعة، ب 70 دقيقة، استخدمها فترة. فانت لو قدرت تستخدمها في الوسائل كلها في الفترة دي، انت مش محتاج تشتري تذكرة تانية في زون معين. يعني دي تفاصيل اعتقد، ما هي انت لو خرجت من الزون دي انت اصلا التذكرة هتخلص عشان الوقت خلص. بس انت لو معاك 20 دقيقه في زون واحده هتسرقها، يعني هتستخدمها كلها اسبوع واحد. 70 دقيقه وفي حاجات ثانيه في كتير. يعني هي لو بس هي اصلا سهل ان انت تاخدها. لا يعني مش حوار يعني، بس هي عموما بالمده، يعني مش مثلا انت مش كل مركبه انت ممكن تركب 5 اتوبيسات في ال 20 دقيقه دول، بس هي انت ليك 20 دقيقه في التذكره بس، هي بالمده مش بالمركبه اللي انت تركبها. وانا برضو شايف لو انا مثلا حبيت الخص كل ده، فأنا شايف إيه إن بولندا السعر شوية غالي بالنسبة للسكن وبالنسبة للبترول، أو لو أنت معاك عربية يعني وعايز تحط بنزين السعر غالي، رخيص في حاجات تانية، فبالتالي بتعوض ده. بالنسبة مثلا إيه للأكل والشرب نوعا ما رخيص، سعر الهدوم اللبس يعني برضو انت يعني انت بتعرف تلبس مش هنقول كويس، معقول لو يعني يعني بتلبس في المعقول. لا يعني انا شايف او انا من خبرتي انت يعني بتلبس زيك مثلا، لو احنا هنقارن في الدول عندنا زي الخليجي، يعني الخليجي مش هنا انت تقدر تلبس بقيمة من براندات انت يعني بتلبس عشان مصنفش يعني بشكل تقدر عليه. بتقدر عليه. لكن مثلا في مصر انت كنت بتروح اماكن مش شرط، يعني ممكن تجيب شويه حاجات من براندات تقدرش تجيبها، فتروح تجيبها من اماكن تانية، من اماكن ما تبقاش براندات بس زي اوتلت كده. خلينا ندي مثال مثلا. لا انا فهمت. بس ممكن ندي مثال واحد مثلا، يعني مثلا نفترض واحد هنا بياخد 4000 العمله بتاعت البلد مثلا، هو ده اللي انا كنت اقوله فعلا. اقول مثلا 6000، خلينا نقول مثلا طبعا ماشي بغض النظر، او بياخد حد الادنى هنا يعني، خلينا نقول ان هو بياخد حد الادنى، خلينا مثلا 6 عشان نقارن في مصر، يبقى المبلغ يبقى ليه حد قصاده 6 هناك. ايوه بالظبط، يعني 6000 هنا زلوتي او زبوتي زبوتي، وهنا وفي مصر بياخد 6000. طبعا 6000 في مصر ما اعرفش انا دلوقتي ده مرتب واحد كشر. ايوه طبعا يعني بالظبط، بس انا اقصد ده مرتب اللي هو دلوقتي يعني لسه في ناس يعني في ناس تاخد اقل من كده كمان، في انا بس ده بيتعرض يعني، ده بيتعرض دلوقتي كنيو هاير. في يعني تمام، نقول مثلا 6 و6 تمام. لو واحد بياخد المبلغين هنا بغض النظر ده تاخده امتى وده تاخده امتى، يعني لو بس يعني مثلا حاجه السته اللي هنا بتاعت ده مش اول حاجه هتاخدها في البلد. لا طبعا، فهو بس رقم اعتباطي كده. خلينا مثلا خلينا مثلا حاجه خلينا 4 و4 مثلا، 4 و4 نحسب
البودكاست بتاعنا مش موجه بس لمصر، يعني موجه لكل العرب. بتكلم مع الناس كلها. بس بتكلم على انا بس عايز اخد الفكره اللي قلتها في الاول خالص. النقطه اللي انا قلتها في الاول خالص ان انت ما ينفعش تقارن حاجتين بحاجت يعني هنا بهناك، بس هتعرف قيمه الحاجه هنا القوه الشرائيه دي والقوه الشرائيه دي. انت مثلا هنا مثلا ده هنا 4 وهنا 4، 4000 هنا 4000 هنا. ال 4000 دلوقتي هنا انت ممكن تشتري ب 200 مثلا، ممكن تشتري جزمه او جاكيت مثلا. يعني جاكيت عارف انت اللي هو انت مرتبك يجيب كام جاكيت يعني بالظبط. فلا ب 200 تجيب جاكيت. لا ب 200 مثلا، خلينا مثلا نقول مثلا 300 عشان تجيب جاكيت، يعني في اغلى من كده طبعا، بس حاجه في المتوسط ممكن حاجه من زارا مثلا. في حاجه بس هنا كمان ان هنا في عروض، وهنا في اماكن براندات بتبقى رخيصه وبرده بتقوم بنفس الوظيفه بتاعت الزارا. يعني الجاكيت بهدفيك، يعني انا شايف مثلا برده ان زارا هنا مش براند بس، يعني اما بيعتبروش هو لا هو كويس بس هي نفس الحاجه اللي في مصر في المتلاول نفس الايتمز. زارا عندنا الجوال ده يعني انا شايفه انه انا عايز اقول هنا مثلا اللكشري براندز يعني مش ماشي. هنتكلم على زارا فاهم. هنا مثلا لو قلت مثلا هنا الجاكيت مثلا 300 مثلا في مصر هتجيبه بكام؟ لا جاكيت زارا 2000 تاخد 6 ده اقدر اقول 2000 ده اقل حاجه صح يعني ده اسعار بتاع يعني انا مثلا مش بقول رقم هو مين اقرب واحد جاي ممكن يكون هو عارف يعني ممكن 2000 دلوقتي 2000. طب انت متخيل انت بس زارا لا زارا ممكن اكتر كمان 2000 ده 2000 نفترض 2000 ممكن الناس تصحح لنا يعني نفترض 2000 مثلا يعني النهايه استنى بس في الحته دي كنت انا بقى تبقى لك كام هنا تبقى لك كام هنا 2044 تبقى لك 2000 جنيه وهنا تبقى لك كام 3700 فانت متخيل الفرق عامل ازاي هم 4 هنا فانت ما ينفعش تقارن ده بده بالظبط. فانت مرتبك ان انت تقدر تشتري بيه هدوم تقدر مثلا تسافر بيه. هنا كيلو اللحمه بكام؟ هنا كيلو اللحمه انا والله مثلا لا على حسب في مثلا ب 40 في بس خلاص ما تكملش حاجه ب 40 ما تكملش في حاجه 40 هنا 400 ده ما كنت جاي في شهر 3 هو انا عايز اقول برضه ده يعني انا شايف ان الحد الادنى هنا يعيشك حياه كريمة يعني بتوفر الاساسيات بتاعتك لو انت بطولك برضه بقى التاني ما انت لو الايجار خلاص انت لحد الادنى اللي هو بيقتلك يعني خليك تعيد الايجار مثلا او بص لا يعني لو انت بطولك انا شايف وبطولك بتاخد الحد الادنى هتعيش على يعني حياه ادميه عادي يعني هتأجر يعني هتستقل بنفسك هتأجر سكنك هتجيب مثلا هدوم هتاكل وهتشرب خير ساكن معاك عشان احنا وقتنا هو بس عايزين ننهي مثلا سؤالين او اي حاجه نسالهم لبعض كلنا لو مثلا عايزين نجاوب على اسئله الناس اللي هو اجي ولا ما اجيش لو انا خلاص جاهز ان انا اجي اللي هو انا يعني تمام انا خلاص متوقع عملت حسابي اللي انا متوقع اللي انتوا جايين اللي انتوا قلتوه النهارده موضوع اللغه وكذا 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 فانا مثلا اجي ولا ما اجيش انا عن نفسي اقول تعال. تعالى في استقرار ولا لا من المكان انا ما اقدرش اقول بس ما يعني استقرار ادي نفسك 10 سنين هنا وادي نفسك 10 سنين في مصر او 5 سنين هنا و5 سنين في مصر شوف انت هتعمل ايه في مصر شوف هتعمل ايه هنا بالتوقعات اللي احنا قلناها والشكل اللي احنا سايبينه بالنسبه لك انت كمشاهد يعني انا بالنسبه لي تعالى هنا الخمس سنين بعد كده انا شايف ان هم احسن من مصر مش عشان اللي بيحصل دلوقتي لا بتكلم كمان لو انا كنت للناس كلها في مصر دلوقتي انا كنت اخر حاجه فاكرها 2019 ايه اللي حصل بعد كده لا لو احنا مثلا دلوقتي 2019 هقول لك لا تعالى هنا بعد خمس سنين افضل من بعد خمس سنين في مصر. سؤال ثالث مثلا في فرق في شويه حاجات الكفه هترجح هنا دول ثلاث اسئله اللي عندي انت مثلا هتجاوبهم ازاي يا شعبي؟ اولا تعالى وما تجيش عشان بس برضو دي حاجه لا حد قرر خلاص قرر. وانا هاخد المشوار تمام بس اتصل بيك مثلا شعبان اجي ولا ما اجيش تمام ما هو ده بتوقف على حاجات كتير انت ظروفك في مصر عامله ايه؟ يعني انت مثلا لو حد كويس بتقبض في مصر مبلغ معيشك كويس ومبسوط بيه ومع اهلك وحواليك يعني كل اللي انت عايزه حواليك بس انت نفسيا شويه مش مستريح
حاول تتعايش في مصر بطريقة تخليك مثلا أحسن. يعني ده ده اللي هو السؤال، اللي هو أنت شايف 5 سنين هنا ولا هنا؟ تمام، مصروف. ما أنت مثلا ممكن تبقى في مصر بتاخد مثلا 15,000، دول مش كفاية، مش هيكفوك في شفت؟ مصر. بالظبط، دول مش كفاية. أنا عارف يعني الموضوع دوت مش هيكفيك في مصر لو أنت عايز تعيش يعني لو أنت لوحدك ممكن. والله الواحد مش والله انا في ناس اصلا ممكن ما تكونش بتاخد يعني ربع ده. بس خلي بالك، ما دي الفكره. مش معنى كده ان انت هنا بتاخد المبلغ ده، يعني انت ما بتقارنش زي ما قلنا. بس الفكره في ايه؟ يعني مش معنى كده ان انا يعني 15 دول حاجه مثلا قليله، لا. بس انك تعيش عيشه كريمه او بتجيب الحاجه اللي انت عايزها وعايش مبسوط وكويس، لا، 15 ما بقاش كفايه. مش معنى كده ان احنا ده المبلغ ده بالنسبه لي حاجه بسيطه، لا، ده مبلغ بالزبط. كبير. وانا عمري ما خدته في مصر لما اشتغلت. انا كنت فاكر ان انا عارف بغطي بكام، كنت باخد 1200. انا اخر شغلي كنت في مصر برضه كان 2000. انا 1200 ده كنت برنس يعني تقريبا في 2000 و2015. طيب انا في مصر كان مستواي يعني كنت لوحدي، كنت عايش كويس قوي يعني الحمد لله، كنت 10,000 مثلا، فاللي هو لوحدي كان تمام. بس انا خدت الخطوه وجيت هنا لان شفت او حسيت يعني رب بعد النظر ده صح، ان كمان 5 سنين او 10 سنين انا مش هبقى افضل في مصر، انا حاسس ان انا هبقى افضل هنا. في سؤال بدأته كمان، الدنيا هنا سهله ولا لا؟ الدنيا هنا مش سهله، بس الدنيا هنا احسن. مش صعبه بالظبط، ممكن. لا، هي مش سهله. ماشي. يعني مش هقول ما هوش صعبه، بس هي ماشي. مش سهله. تمام. مش سهله. بس هنا احسن. طيب نرجع لأسئلتك. الأسئلة كانت إيه؟ أنا بدأت بعد 5 سنين هنا ولا في مصر؟ هي سبجكت يعني بالنسبة طبعا أنت مش عارف آخر حاجة إيه؟ اللي حصل في الآخر. فممكن لا، هنا سؤال صعب بصراحة عند التجاوب. أنا بقول لك من 2019 يعني أنت بتفكر بالطريقة 2019 مثلا. حسب الشخص نفسه ظروفه، يا كل واحد بظروفه. يعني أنت بتشوف الشخص ده كان عامل إيه في مصر وعامل إيه هنا، وبص كل واحد له ظروف مختلفة. يعني على حسب برضه أهله وارتباطه باهله ايه، وعنده اسره ولا ما عندوش. ما هو بس اللي بيفكر اصلا يجي اكيد ظروفه اكيد مثلا اكيد عنده اسئله لنفسه، اكيد بيسال نفسه كتير. فهو لازم مش خلاص بقى كومفورت زون. خلينا نسال. طيب خلينا نقول الاسئله اللي هو يسالها لنفسه قبل ما ياخد القرار ده، ممكن دي مثلا تجاوب افضل. هستقر هنا ولا لا مثلا؟ لا، انا قصدي هو يسال اسئله في نفسه في مصر ان هو ياخد خطوه السفر ولا لا. برضه هتخسر ايه مثلا؟ هتخسر ايه نفسيا؟ في حاجات كتير صعبه. خلينا بس واضحين نفسيا الموضوع ده، خصوصا ما حدش والله يا جماعه ياخدها ببساطه. هو شايف برضه ان بس انا بقول لك حاجات زي ما انا عشتها. ان السفر عموما انت بتسيب حاجات عشان حاجات تانيه، ولو مش شرط الحاجات التانيه دي تجيب ايه؟ حاجات فخلينا مثلا بس ما نستفزش حد، عشان ما استفزش حد والله ده مش الصوت خالص. لا ماشي، بس انا عارف. بس انا مثلا شفت ناس ان مش مهم عنده في مصر حالته الاقتصاديه، المهم ان هو عايش في الثقافه بتاعته، في بلده، بعاداته، بلغته. ده اولويه عنده فوق المال، فوق. انا بقول لك انا كنت في ناس تانية العكس تماما، اللي هو انا مش هاممني كل ده يعني انا عايز بدور على فلوس. دي فعلا انا عايز من غير فلوس. ما فيش فلوس يعني زي اللي اتفقنا. لا، انا اقول لك على حد. انا في واحد اعرفه، كان واحد اسمه مصطفى، يعني مش من غير ما اقول من كده، من غير ما مصطفى كفايه. هو ممكن يعني يسمعنا او حاجه. ده حد كويس. اول ما جه كان بياخد يا سيدي في مصر، احنا الكلام ده من فتره يعني مثلا كان يمكن من 7 سنين، انت متخيل 12,000 في مصر؟ اعتقد كان مبلغ كويس ولا برضه ما كانش قوي؟ لا، من 7 سنين. لا طبعا كان كويس. انت متخيل كان كويس؟ الراجل ده ساب هناك وجا هنا ليه يا عم؟ مش مستريح. ده انا بالنسبه لك الموضوع مش عايز اقول مستفز او بتاع، لكن اللي هو في ناس بتفكر بطريقه مختلفه فعلا. مش كل الفلوس، ان هو مش معنى ان انت بتاخد فلوس كويسه ان انت هتكون فلوس. مش كل واحد عنده اسباب. لا يعني انا مثلا شفت مثلا ناس، وبعدين هنا مثلا يعني اصحاب كمان ليا، وهم هم اقتصاديا يعني في مصر الحمد لله بس مش قادرين، مش عارفين يتعايشوا. ما جاش هنا بيدور عشان فلوس زي ما محمد قال. لا، ما فيش يعني. بص، هو الاستقرار هنا هيجي لك بعد فتره. جه هنا عشان استقرار. وعشان يجي لك هو بس انت محتاج مجهود شويه حلوين. يعني مش هتيجي مثلا
شهر اتنين تلاتة عقبال بس ما استقر. لا عقبال ما استقر دي ممكن تاخد منك شوية وقت حلوين لسباب كتير قوي. ويعني استقرار برضه خلي بالك، الحتة دي مهمة جدا. بالظبط للي انت كنت سايبه في مصر، لو انت مثلا جاي من استقرار في مصر يعني مثلا لو حد مثلا زي مصطفى تمام. او انا مثلا كنت يعني باخد مرتب بحوش منه في مصر. كويس انا عشان لوحدي كنت لا. بحوش منه في مصر تمام. فانا سبت ده كله ما مش يعني ليه؟ لان انا بالنسبه لي انا شفت ان مستقبلي هنا محدود في مصر، هنا مش محدود يعني. انا اتمنى ان هو ما يبقاش كده، انا لسه مش مشتغل بس انا شايف ان هو جايز ما يبقاش محدود. بس انا عايز حاجه يعني الفت نظرك ليها، انت دلوقتي بتفكر في نفسك ان انت بس انت لوحدك، فالموضوع ده مش هيفضل كتير. انت بعدين ان شاء الله قريب في السنه 2 3 ايا كان ان شاء الله تتجوز يبقى معاك اسره. الاستقرار بقى بالنسبه لك معناه ايه في النقطه دي؟ انا فكري كله اتغير عن الموضوع دي لما خلفت. بفكر بقى في الموضوع دلوقتي يعني ايه استقرار اصلا. انا بالنسبه لي استقرار ان ابني يكون عايش في مكان كويس، نقدر يعني نقدر نحافظ على دينه، يكون عايش في مكان. الدين بالنسبه لي حاجه مهمه جدا بصراحه، طبعا ان انا نحافظ لابنك عليه المفروض يعني من الطبيعي ان هو يكون تمام. بس انا بفكر بصراحه موضوع الدين ده للاطفال صعب. انت مش ضامن في امثله تمام. كتير قوي في بلدنا للاسف. انت برضو اللي بتبقى في بلد انت فاكر ان هي متدينه اكتر والدين متوفر فيها، بس في ناس كتير قوي يعني انا النقطه انا شفتها بتكبر قصادي ما تعرفش حاجه عن الدين. تمام فده مش مربوط ببلد بس تمام. انت يا نعم بتعرضه اكتر للثقافه وان ده حلال وحرام، بس انا شايفها مسؤوليه الوالدين اكتر من الثقافه. انا الموضوع بالنسبه لي مرعب جدا بصراحه. انا بتكلم فيه والله ببقى خايف. هو احنا عايزين بالظبط خليني بس يعني. اقول النقطه دي معلش. ببقى خايف منه لان انا عندي ابني دلوقتي عنده 4 سنين، فانا خايف من اللي جاي. ما اعرفش الظروف ايه، واللي شايفه هنا حوالينا الدنيا صعبه بالنسبه لحد مثلا عايز يحافظ على دينه او كده. ف لو بتكلم عن مصدر كاميدو، انت مثلا هنا لو انت سبت الدنيا وما خدتش بالك من اي حاجه خالص، 1000000% الموضوع مش هيبقى له وجود، الدين مش هيبقى له وجود. في مصر لو سبته في احتمال يا كده يا كده، بس احتمال اكبر ان ممكن يبقى حد ايه عارف يعني ايه دي مصر، او عارف يعني ايه ربنا، او عارف في فكر في دماغه اصلا تمام، في حاجه يسمع عنها. هنا لو سبته ما اتكلمتش فيه مش هيبقى موجود. انت هتسيبه ليه؟ ما هو مش بسهوله، اصل انت مش مسيطر على كل حاجه زي ما انت متخيل. دي حاجه عايز اقول للناس عليها. انت مثلا في المدرسه او في الحضانه بيروح بيشوف حاجات انت مش كل حاجه تعرف تشرحها له بالظبط، يعني مش كل حاجه تعرف تشرحها له، هيحس ان هو مختلف عن الناس. ما بقولش ان دوت بيحصل، انا عايز بس افهم حاجه. في بولندا الوضع مختلف، الوضع ان المسلمين مش كتير، ما فيش الكوميونيتيز العربيه او اللي هي المجتمعات العربيه اللي بيقولوا عليها، او على الاقل انا مش شايفهم قوي زي ما احنا متخيلين. برضو قبل ما تسافر دي حاجه من التوقعات ان انت تيجي تلاقي مثلا مجتمعات عربيه كبيره ومجتمعات مسلمه، مش زي مثلا في انجلترا. في لندن الموضوع ده عادي جدا، موجود كتير صح. وشوارع زي في انجلترا والنمسا برضه، فتلاقي يعني الموضوع ده مختلف. انا رحت حسيت نفسي تقريبا يعني في مصر، لكن هنا الوضع مختلف. فصعب، ما بقولش ان هو ما يحصلش، لا صح. وكمان ما اعتقدش ان في مدارس اسلاميه هنا ومدارس عربيه كتير، يمكن يكون في واحده اعتقد قفلت، ما اعرفش باش ما اقولش معلومه غلط، لكن مش البلد يعني بتكلم عن بولندا. في موضوع الدين صعبه، انا نفسي بفكر مش عارف اعمل ايه، انا نفسي مش عارف اعمل ايه، بحاول قد ما اقدر دلوقتي اشوف الموضوع ده هيمشي ازاي. انا كلمت في الاول خالص ان التعليم في مصر احسن عموما، يعني التعليم اساسا بغض النظر عن الدين فهو افضل. انا شايف ان هو افضل. لا مش شرط، مش بالظبط. لا انا شايف ان هو افضل. في ناس اصلا يعني جربت الموضوع ده، حتى في يوتيوبر قال يعني هو رجع اصلا من البلد اللي هو عايش فيها، رجع لمصر وعياله ومش عارف ايه، ان التعليم افضل لو انت قادر على التعليم اللي في مصر. لا ما انت ده سؤال تاني بقى. استنى بقى، لا ما انت قادر على التعليم اللي بمعايير معينه في مصر. لا ده موضوع تاني. هو بس تمام. بتتكلم على موضوع انت تدخل مثلا انترناشونال سكول او حاجه او مدرسه مش عارف. النتيجه مش ضروريه موضوع موضوع الدين، بس ده هيبقى شغلك انت كأب او برضه انت الشيل اللي انت هتحط فيها. صعب جدا. بس انت مش هتقدر اصلا، او ما اعرفش انت تقدر ولا لا، بس هي القابليه مش متوفره عند الجميع ان انت تحطه في مكان تبقى واثق ان هو هيطلع حاجه. انت عمرك ما تكون واثق من حاجه بالظبط زي ما انت كنت بتقول في الاول. بس افضل من ان انت تبقى سايب ابنك من غير تعليم اصلا، بس ده برضه انت مش واثق وممكن يتعلم لوحده. تتكلم عن التعليم عادي ولا الدين او كده؟ لا انا قصدي مثلا ان انت لو حطيته في انترناشونال او ايا كان الحاجات اللي هي التنافسيه. انت رجعت لموضوع التعليم مش الدين دلوقتي، تتكلم عن التعليم الاثنين مع بعض طيب. انت لما هتحطه في مثلا في مصر في حاجه تنافسيه، يعني دلوقتي
انت اكيد مش هتبقى سايب هنا وعايز ترجع لمصر علشان التعليم وفي الاخر تخليه في التعليم اللي هو الافريج خالص، لا انت البلان بتاعك ان انت موديه لحاجه ما يقولكش يا بابا هو انت ما سبتنيش ليه اتعلم في بلاند. مستوى تاني، ده موضوع تاني. انا بصراحه ما جاتش في دماغي النقطه دي لان ما فكرتش. انت فكر الدين، مش الدين كمان، يعني ما بتكلمش على الدين دلوقتي، انا بتكلم عن نقطه التعليم مثلا، ان انا لو راجع يبقى لازم يكون معايا فلوس ان انا احطه في المكان دوت بالظبط. فدي نقطه مش كل الناس عندها هنا التعليم مش عارف بالنسبه للاطفال وهي بتكبر. ده موضوع عايز ارجع، كنت عايز ارجع فيه برضه، موضوع التعليم هنا اللي انا كنت بقول لك حاجات في مصر موجوده وحاجات مش هنا مش موجوده. هنا مثلا الجامعات لا ما بفلوس، صح بفلوس، يعني ممكن تلاقي مثلا منح او حاجه، بس لو حد مثلا كده في حاجات بفلوس وفي حاجات والله في منح كتير بتبقى ببلاش برضه. بس مثلا في الجامعه دور الاهل الجامعه للبولنديين بفلوس، دي بفلوس برضه بفلوس. صح ولا بفلوس؟ بفلوس. وكمان مثلا في مثلا على امريكا ولكن بفلوس، كله بفلوس. انا بس خايف اكون بقول حته غلط هنا فالمانيا اتاكد منها تاني برضه. لكن هنا تعرفوا ان بيبقى في قرض اللي هو الطالب ده او في منح من الدوله نتعلم شقوق. لا بجد فعلا يعني، او في تخصصات بتبقى كمان ببلاش خالص من غير اي تكلفه. ما غلط ماشي، هنا في مصاريف، هنا في مصاريف وهنا في مصاريف، فانت هتقدر على ايه بالظبط؟ يعني في مصر في مصاريف لو انت مثلا هتسحب ابنك من هنا، او انت اصلا مش هتخلف هنا وهتعيش هناك، او هترجع بعد فتره معينه بعد ما عشت هنا، مش عارف ده هتعمله ازاي، بس هترجع بقى في مصر تخلف ويبقى عندك اولاد، فانت هتبقى قررت صح ان انت تستغنى عن التعليم هنا لهنا مقابل ان انت متاكد ان في مصر هياخد تعليم ودين. والله انا شايف ان السؤال ده يجاوب عليه ناس هنا كمان اتعلمت سنين كتير. ده مثلا في ناس اصحابنا يعني بتدرس هنا من زمان، فممكن هنسالهم برضو، لان هنا ممكن يكون في جوده تعليم في تخصصات او في تخصصات مش قوي. بصوا التعليم مصدر التعليم انا درست، لكن لكن يعني هو شايف ان احنا نعمل بودكاست تاني عن التربيه الاسلاميه بالزبط. مثلا لاولادنا هنا هل ممكنه ولا لا؟ بص التربيه الدينيه عموما اللي في ناس مثلا ممكن يكون في حد يعني ده ان دي في حق يعني مثلا فيديو تاني هنتكلم ان شاء الله في حاجات تانية، ان شاء الله نتكلم في حاجات تانية كتير. بس ممكن نلخص كم نقطه اللي اتكلمنا فيها ميدو. زي ما كنت بتقول لو مثلا انا مسافر وعايز اجي وبتاع، خلاص يعني قررت خدت قرار وتمام، انا قررت ان هنا يعني فكرت في الحاجات التانية اللي في مصر، ايه اللي انا هخسره في مصر مثلا؟ اهلي وبعدي عن اهلي وعن حاجات كتير، دي مثلا خلاص فكرت فيها، دي نقطة مهمة جدا ومش بسهولة، مش بسهولة تاخد فيها قرار. خلاص حاجة هنا تمام، زي ما اتكلمنا موضوع اللغة دي حاجة مهمة، اللغة الانجليزي كأساس يعني دي حاجة تساعدك كتير. مش معنى كده لو من غيرها ان انت مليون في المية هتفشل، لا، لكن عشان تعرف على الاقل تواصل مع الناس وتيجي تتعلم بعد كده اللغة الثانية تبقى حاجة كويسة مش موجودة، ممكن تتعامل من غيرها برضو ان شاء الله انك تلاقي شغل في فرصة ثانية، بس على حسب ظروفك على حسب المكان اللي انت هتكون فيه. كان سؤالك التاني ايه؟ كنت بتقول ان انا اللي هو انت بعد فترة معينة شايف ان في مصر احسن، ولا تسأل نفسك يعني انت شايف في مصر احسن ولا بس لازم ترد على السؤال ده بمعايير معينة، يعني مثلا ما تقولش ما طبعا يا عم في مصر مش احسن، لا مش انت تشوف انت بتعمل ايه وبعد وبتكبر في شغلك مثلا، او لا شايف مستقبلك ماشي ازاي فتقرر بناء عليه. دي بقى نقطه زي ما عادل كان بيقول مثلا انت لو معاك حرفه معينه، انت ممكن بحرفه معينه في مصر تكون شغال افضل من هنا، ممكن تكون عايش في مصر مثلا وليكن حلاق مثلا، عندك حرفه معينه في ايدك تعمل محلك محلين كويس، لا نفسك مبسوط جدا والدنيا تمام. في ناس مش قادره تقعد حاسه ان مثلا الدنيا في مصر ما بقتش ايه مريحه بالنسبه لها، اللي هو احنا بالظبط احنا يعني احنا بالظبط ان حسب اولويات الشخص ذات نفسه. تمام بالظبط، بس اكيد اي حد يفكر في السفر ان هو جاوب على اسئله بالظبط معينه او سال نفسه اسئله معينه. احنا هنا مش مثلا بنريكروت او بنعمل اعلان تعالى اشتغل معانا، لا احنا بنقول لك هتلاقي ايه تشوفه هنا اول لما تيجي لغايه لما تقدر ان شاء الله تبقى عندك فكره صلبه كده ان انت تقدر تاخد عنها قرار. بس تمام خلاص يعني خلاص هو لو على النقطه دي يبقى تمام، ممكن عادي تعال جرب تعال شوف دنيتك. بس هي برضه عشان نبقى واضحين الدنيا، الموضوع احنا عارفين انه مش سهل،
يعني عارفين ان انت مش سهل انك مثلا مش هنا كمان انك اصلا تخرج من مصر انك تلاقي مثلا فرصه تعرف تجيبك دي مش سهله. فعشان بس ما نستفزش حد عمال نقول ناس تعالى وما تجيش وتعالى لا الموضوع عارفين ان هو مش حاجه سهله في ممكن يكون حد ربنا عطاله رزق في حاجه. لا احنا برضه بنتكلم عشان في طلاب كتير في طلاب مثلا عندهم فرصه انهم يروحوا المانيا طب ليه مش المانيا ليه بولندا ليه مش استراليا ليه مش نيوزيلندا فكده. فاحنا بس بندي للناس فكره اللي هو ايه اللي بيحصل هنا. انت كده كده خلاص تخرج من بره مصر وعندك حلول عندك الفرصه عندك بتعرف بتعرف هتعمل ايه اللي عنده بس انت خلاص يعني بتفاضل بين ده او ده على السفر يعني بالظبط هو هو ده يعني اعتقد الغرض من اللي احنا بنقوله. وبرضه يعني انا شايف ان اللي بيتفرج على الفيديو مثلا ممكن يكتب لنا اسئله كده لو عنده استفسارات لو عنده مواضيع تانية ممكن نتكلم فيها بالظبط. نحاول والله نحاول يكتبوها برضه زائد ان احنا يعني ان هنحاول نجيب ناس تانية وكل حد بيكون ليه تجربته الخاصة بيه فهيفيد برضه يعني فهيفيد اللي بيتفرج اكتر ان شاء الله. وبس يعني احنا ممكن هطولنا شويه على الناس لكن اتمنى يعني يعني ما نكونش يعني هم يكونوا استفادوا ما نكونش ضيعنا الوقت بتاعهم معلش. ولو لو انتوا عايزين تقولوا حاجه يعني قبل ما نقفل يعني قبل ما نقفل. والله انا شكرا لا ما يعني ما عنديش حاجه بصراحه اقولها اكتر من اللي احنا قلناه يعني استفاده واشكركم بصراحه على وقتكم يعني. والله نتمنى الناس فعلا خير كله والله يعني الحمد لله الدنيا ماشيه وبتاع دي بنكررها كتير يا جماعه عشان بس ما حدش يحس ان احنا انت قاعد ليه بره او مش او ما رجعش مصر ليه مش عارف. الحمد لله على كل شيء احنا الحمد لله ماشي حالنا بس بنحاول نتكلم لو حد سمع ممكن معلومه تفيده مثلا تكون معلومه من اللي احنا قلناها تكون حاجه مثلا تخليك تفكر في القرار اللي انت عايزه ممكن تغيره وممكن لا تسعى فيه اكتر وتقول ده حاجه كويسه. فربنا يا رب يوفق الجميع ويوسع رزق الجميع. وعايز اوضح برضه يعني لو حد لسه بيتفرج على الفيديو يعني بالنسبه ان هو الوقت بتاعه كبير جدا ممكن يكون الصوت مش افضل حاجه او الصوره برضه مش افضل حاجه لكن احنا بنبدا ويعني الهدف بتاعنا ان احنا نفيد اللي بيتفرج يعني يتخطى الصعوبات اللي احنا وقعنا فيها دي. بصراحه بنتقابل برضه ان احنا بصعوبه ان احنا نجمع بعض بالظبط بنحاول نتكلم حاجه برضه بتجمعنا ان شاء الله خير ان شاء الله ونشوف بقى الناس الحلقه اللي جايه ان شاء الله في حلقه صعبه قوي بحس ان احنا خلاص بقى عندنا سلسله حلقات لا الفيديو اللي جاي يعني الفيديو اللي جاي ان كان ممكن اصلا مكان ثاني ممكن يبقى بطريقه ثانيه فاحنا بس بنحاول نخليه في نفس بنحاول نعرفكم ايه اللي هنا و بطرق مختلفة جايز يبقى بطريقة تانية جايز يبقى ممكن نلعب ولا نعمل أي حاجة محدش عارف. لا لا وعاجبني موضوع الآراء المختلفة إن إحنا مثلا إحنا مش محضرين على فكرة هنتكلم في إيه ولا نعرف يعني نقول إيه بس هنتكلم في التوقعات وكل بقى اللي عنده حاجة يقولها ونشوف الدنيا إحنا أصلا مش متوقعين هنتكلم في صحيح بس ده أعتقد أحلقته الموضوع عشان كل واحد يقول فعلا هو شايفها إزاي أو إيه الحاجات اللي قابلها بالظبط فخير الحمد لله يلا تمام نشوفكم على خير وشكرا السلام عليكم.